طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021. شرفنا وسعدنا إنه يكون معنا مرة أخرى بروفيسور إبراهيم ونور، أستاذ الاقتصاد القياسي المالي في مدرسة العلوم الإدارية جامعة الخرطوم، وكذلك الدكتورة سبنة إمام الباحثة درجة الدكتوراه في جامعة إيرسميث روتردام في هولندا. وموضوع الساعة اليوم اللي هو عن آلات تحرير سعر الصرف في السودان. الجلسة دي ليست ضمن المنتدى الاقتصادي، وإنما رواده هم ناس المنتدى الاقتصادي، لكنها مهمة لكل المواطنين السودانيين داخل وخارج السودان عشان نفهم ما هي الموضوع الأساسي والآثار والتبعات بتاعته، وكيف إنه الناس ممكن تقلل من الحياة السالبة وتتعظم من الحياة اللي فيها فائدة. الجلسة منقولة عبر مجموعة الباحثين السودانيين، واللينك بتاع الدخول للزوم هنرسله للناس في الفيسبوك. لو في أي أسئلة من الزملاء الموجودين والزميلات الموجودين في زوم هنا ممكن يكتبوها في الشات، هيكون عندنا مداخلة واحدة عقب نهاية وجهتي النظر اللي تقدم من البروفيسور إبراهيم والدكتور سبنة، مداخلة واحدة من الأستاذ صلاح إدريس. فرجاء لو في أي حاجة الناس تكتبها في الشات. فنبدأ إن شاء الله مع بروفيسور إبراهيم. بروفيسور إبراهيم، عندك أنت تقريبا برزنتيشن عايز تقدمه، دارين نسأل الموضوع شنو بالضبط؟ هل القرار ده تعويم ولا تعريف تحرير سعر الصرف، والفرق بينه في ارض الواقع شنو بالضبط؟ فلو يا ريت لو عملت ام ميوت لنفسك، لانه يو ار ميوتد ناو، اعمل ام ميوت يا برو. ايوه، ممكن تعمل شير السكرين. والله يا اخي تقدر السكرين ولا ممكن تتكلم؟ طيب ممكن انا تعمل احسن خلاص، شير اوكي السكرين. ما مشكله ما نعم، مشكله. طيب طيب انا طوالي ابدا، انت طوالي. اي طوال، ابدا يا بروف، انا من انتظارك. طيب انا اول حاجه في البدايه، باعتبار انه هذه الجلسه فيها يعني ما كل الحضور هم اقتصاد، بسعر التعويم وماذا نعني بالسعر الصوت بتاع المضبط. نويز جاي من عندك يا بروف، ده مروحة ولا شنو؟ في صوت بتاع نويز. والله ما اروح على الجهاز يخلي، بس مو مشكله. افضل كده، ايوه افضل. كده كويس، كده كويس خالص. طيب نعرف اول حاجه الانواع الثلاثه من انواع سعر الصرف. السعر الثابت طبعا هو زي ما هو معروف انه يكون سعر ثابت وليس الثبات، يعني هو الثبات يعني بمعنى انه يا هو ريت لو عملت فول سكرين بس يا بروف، فول سكرين، لانه هسه ظاهر لنا الشاشه نص كده. كده واضح. ايوه كده تمام، ممتاز. طيب نعرف اللغات الثلاثه دي. سعر الصرف الثابت انه ولا يعني سعر الثبات بمعنى الثبات، وانما هو سعر ثابت معظم الاحيان، وبالتالي تلجا له للتغيير الحكومه عند الضروره. وهو السعر الثابت سعر الرسمي كما يقال في الفتره السابقه. وده طبعا عنده مزايا. هذا النظام سعر الصرف الثابت عنده مزايا. من مزايا هذا النظام انه اسرع في علاج مشكله ارتفاع معدلات التضخم، لانه انت ثبت السعر، وثبات السعر الصرف مرتبط بحد كبير بثبات التضخم. يعني اليوم الان طبعا سعر الصرف اصبح سعر موازي، السعر الموازي اللي قلناه سعر السوق الغير رسمي اصبح هو المهيمن. عشان كده السعر الثابت الرسمي اصبح ما عنده اي دور في السياسه النقديه في الدوله. ف من مزايا النظام الثابت انه بيعالج مشكله ارتفاع التضخم، وبالتالي
تكون في يد الدوله بكل سهوله. طبعا اذا توفرت الشروط التي يعني تتطلب ان يكون السعر او تستخدم الدوله هذا النظام. طبعا عيوب هذا النظام ان الدوله لابد ان يكون لها احتياطي نقدي كافي لاداره سعر الصرف وتثبيته، يعني لان انت عشان ما تثبت سعر الصرف تحتاج لاحتياطي نقدي من العملات الحره. ومن عيوبه طبعا هو بيؤدي الى اوفر فالويشن اللي هو ما يسمى يعني قيمه الجنيه بصوره ارتفيشيالي تكون مقيمه اكثر مقابل العملات الحره، وده عنده تاثير سلبي على قطاع الانتاج والصادر والواردات بيخلق تشوهات. فبالتالي ده واحد من العيوب الكثيره العيوب الكبيره بالنسبه لي. ايضا طبعا في اطار انك تثبت السعر في اطار انك تسخر كميه كبيره من الاحتياطات النقديه لتثبيت السعر لحمايه تثبيت السعر، يعني بتستنزف الاحتياطات النقديه للدوله. فبالتالي يعني دي تكون على حساب القطاع الانتاجي والقطاع الصناعي وغيره. فبالتالي انت يكون همك كله كيفيه تثبيت السعر في الحته اللي انت محدد لها، عشان كده بتتجاهل، يعني تكون ما قادر انك يعني تعمل اشياء مهمه في اطار الانتاج في اطار الصناعه وهكذا. دي واحده من العيوب بتاعته يعني في الفتره كما شاهدنا ذلك في الفتره السابقه. طيب متطلبات النظام الثابت، طبعا لابد من انه توفر احتياطات كافيه للبنك، احتياطات نقديه من العملات الحره. وطبعا الاحتياطات النقديه التي تتوفر البنك المركزي في النهايه تستنزف، في النهايه تنتهي. لما تنتهي انت تكون في يد زي ما يقولوا عصابه العملات الحره اللي هو السوق الغير رسمي كما هو الحال يعني في الفتره السابقه. فبالتالي متطلباته انه لابد ان يكون هنالك يعني احتياطات نقديه كافيه يعني تحمي ثبات سعر الصرف. طبعا من الاشياء الضروريه اللي هي يعني ايضا غير موجوده في التكست بوك ولا ذاتنا ممكن نشير عليها في اطار يعني ملاحظاتنا وكتاب المشاهدات التي تعلمناها في الفتره السابقه، لابد ان تكون للبنك المركزي قدره لاداره السياسه النقديه. يعني في بلد زي السودان ما فيه سياسه نقديه، سياسه نقديه بمعنى انه البنك المركزي ليست لديه قدره ل التحكم في السيوله. حتى في السيوله ما قدر يتحكم فيها. لانه في الفتره اللي فاتت شاهدنا انه يعني التدخلات الخارجيه خارجيه يمين مش السلطه التنفيذيه البنك المركزي ولا وزاره الماليه، في تدخلات كثيره هي اثرت في مجرى السيوله في السودان. يعني خارج البنك المركزي وخارج وزاره الماليه. فدي اصبحت هي اللي بتقود المشهد السياسه النقديه في الفتره اللي فاتت. فعشان كده في غياب ذلك لا يمكن باي حال من الاحوال ان تدافع لتثبيت سعر الصرف، وهذا ما تم، هذا بالفعل ما يعني حصل، يعني ان الدوله اصبحت غير قادره انها تحافظ على ثبات سعر الصرف، ولا اصبحت قادره تدير السياسه النقديه للتحكم في الكتله النقديه، التحكم في حتى الاحتياطي النقدي وغيره. طيب نجي للسعر الصرف المعموم المعوض اللي هو التقرير الكامل. يعني هسه الناس بيتكلموا عن السياسه الجديده هي التحرير. التحرير بينقسم الى قسمين، تحرير كامل تحرير مقيد. تحرير الكامل هو تعويم، تعويم العمله اساسا هي تتحدد وفقا للطلب والعرض. طيب الطلب والعرض في السودان الان هو ذاته فيه اشياء كثيره، مداخلات كثيره. الطلب ليس هو طلب حقيقي عشان ما نقول انه هو فعلا طلب، ولا العرض المتاح هو العرض الحقيقي. عشان كده كانت انه يترك السعر للطلب والعرض كما يقول يعني
خبراء البنك الدولي والاي ام اف، المساله دي لا تنتهي في السودان بس في الوقت الراهن، لانه الطلب حقيقه جزء كبير منه طلب غير حقيقي، والعرض المتاح من الاقتصاد غير متوفر، جزء كبير من الموارد الماليه كم ممكن تكون في يعني خزينه الدوله غير متاح، في التجميل، في فساد، كل الاشياء دي. وبالتالي بعلم الدوله الان كل الاشياء دي يعني هي مجنبه خارج موارد الدوله. فبالتالي في هذه الحاله لا يمكن ان تقول انا ادعو للتعويض ويترك الامر للعرض والطلب. كيف يترك الامر للعرض والطلب؟ اذا كان الان الامكانات المتاحه لتجار العمله اللي هم اصبحوا عندهم حسابات ضخمه جدا خارج السودان اكبر من حسابات الدوله او امكانيات الدوله في العملات الحره. فبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال، لان هؤلاء الناس شغالين جوا برا. فمن هذا المنطلق تم الاختيار حقيقه يعني التحليل المقيد اللي هو سعر الصرف المرن المدار. سعر الصرف المرن المدار صح انت بتحدد تحرر وفقا للطلب والعرض، لكن باعتبار انه الطلب طلب غير حقيقي والعرض المتاح غير متوفر، العرض الحقيقي غير متوفر، انت في هذا الحاله بتدير الحكايه. الوقت والاعتماد على السياسات، بالاضافه لذلك السياسات الامنيه. السياسات الامنيه انا بفتكر انه السياسات الامنيه ضروريه جدا، لانه في كثير من الناس يقول لك انه احنا ما المفروض نرجع للسياسه الامنيه، يس يشوف لانه الان يعني التخريب استهداف الداخل والخارج صوره كبيره، يعني في دول خارجيه الان هي عندها مصالح انه الوضع يستمر هكذا. في نفس الوقت في جهات داخليه الان هي تستثمر مستفيده من الفوضى والضعف بتاع الدوله الحاصل. اشتروا 100,000 دولار في اليوم يبيعوها بكره باضعاف اضعاف اليوم اللي بعديه، هم اللي بيحددوا السعر. يعني انا قبل اسبوعين في واحد من التجار الكبار قابلته قال لي والله يا اخي يوم الاحد الجاي، الكلام يوم الاربعاء كان، مش الاربعاء ده قبل اسبوعين قبل تغيير السعر، يوم الاحد الجاي قررنا انه يبقى السعر 405، قررنا انه يبقى السعر السوق الموازي 405. في الوقت اللي بيتحدث فيه هو كان السعر 380. الكلام ده طبعا قالوا لي صديق هو لصيقي او التجار. فبالفعل انا عشان اتاكد من المعلومه دي يوم الاحد فعلا السعر بقى 405. فده بيوريك مدى تمكنهم ومدى يعني سطوتهم والسيطره بتاعتهم على السوق. طيب نحن اعتمدنا سعر الصرف المرن المدار من هذه الزاويه، لانه لا يمكن ان نعوم السعر باعتبار انه يعني هنالك قوة أخرى يعني إمكانياتها أكبر من إمكانيات الدولة هي بتدير سعر الصرف، هم التجار بالسوق الموازي، وأيضا جزء من السلطة نفسها، هم الآن مضى يعني له مصلحة يتعاملوا مع السلطة ويكون موجود. فأنا أفتكر القرار ده قرار صائب جاء في وقته، وخاصة تزامن مع رفع الحظر الامريكي من السودان، وبالتالي اتوقع ان تعود نتائجه بصوره افضل للواقع بتاع السودان. طيب كم مطلوب شنو؟ المطلوب كان معلش انا صوتي لانه اليوم ده عندي يعني نزله معلش، لكن الصوت شويه فيه اشكاليه. المطلوب شنو كان؟ طبعا في الفتره اللي فاتت انا اي زول عارف كل السوداني عارفين انه في عملة محلية خارج القطاع المصرفي بكميات كبيرة، وهؤلاء التجار ده مصدر الموارد بتاعتهم اللي بيستخدموها في المضاربات بتاعتهم. طيب كان مفترض قبل ما نرجع للقرار ده مفترض
انا شخصيا كنت مقتنع تماما انه من قبل شهر، من قبل شهرين كان المفروض تتغير العمله، تغير العمله تبقى بعد ذاك كل المعاملات تكون عبر المعاملات البنكيه. ما حصلت دي. ده القرار بتاع التحرير حصل كالاتي: حصل سبيكيوليتيف اتاك اول ما طلع القرار، وقبل ما يطلع القرار حاولوا يكوشوا الكميات الموجوده في السوق ارتفيشالي، بدأوا يرفعوا في سعر الصرف في السوق حسب الامكانيات. مع تغيير العمله بيكون ما عندهم موارد محليه انه ممكن هم يدخلوا في السوق ويعملوا سبيكيوليتيف اتاك. ف طيب ما تمت المساله دي، اذا ما تمت المساله دي الخيارات المتاحه للدوله كالاتي: اول حاجه لازم يكون في يعني توعيه كامله للمواطنين ورجال الاعمال، توعيه كامله للمغتربين كويس، توعيه للمستثمرين على اساس انه يفهموا الشيء اللي حاصل ده شنو بالضبط، حتى انهم يعني ممكن يعني يشجعوا يضعوا امتيازات تشجيعيه لكل زول يدخل دولار في السوق عبر القنوات الرسميه. بالاضافه ل الاجراءات الامنيه، لانه اليوم نحن عندنا معلومه انه وجدوا جزء كبير جدا جدا من الدولارات مفسد، وجزء كبير من العملات المحليه، فلا بد من ان تقدم يعني الاجراءات الامنيه على نفس الوتيره، لان التربص ومحاولات افشال هذه السياسه هتظل قائمه. فعشان كده انا افتكر انه الدوله اللي هو متمثله في دوله السودان مفترض تكون عندها باكج بتاع بوليسيز، من ضمن الباكج بتاعت البوليسي المفروض تتوفر قبل القرار هي مفترض تكون في سياسه نقديه. يعني بنك السودان مفترض يكون عنده مفترض يكون عنده صكوك او بونز ممكن يتعامل بها في السوق. يعني انا اقترحت قبل فتره انه نعمل صكوك على الاحتياطات بتاعت الذهب الموجوده في بنك السودان. الصكوك دي تطرح بشكل جرامات بتاعت الذهب، العائد بيكون جرامات بتاعت الذهب عشان تكون بعيد من العمله عشان تحافظ على العائد بتاع المستثمر. ودي معناتها اي زول يشتري صك ولا يستثمر في هذا الصك ممكن يحافظ على القيمه بتاعته لانه هيكون عنده ذهب او دولار في العائد. فبنك السودان المفروض يرتب حاله على عائد سنتي، واذا تمت هذه السياسه في الفتره الجايه انا متاكد تستوعب قدر كبير من العمله المحليه الان المطبعه وبيضربوا بها الدولار ويراهنوا بها على اساس انه يفشلوا بها السياسه الجديده. وده ما تم طبعا حتى الان، لكن نحن دائما هنا في السودان بنبدا الشيء بعد ذلك ننتبه للاخطاء. اصلا ما بنخط الاخطاء المحتمله شنو؟ نخط الحلول قدامنا. نبدا الحل، نبدا السياسه، بعد ذلك نرجع للاخطاء ونحاول نعالج بالطريقه الممارسه للاسف يعني. طيب الميزات بتاعت ميزات النظام ده اللي هو التحرير، تحرير سعر الصرف، هو طبعا اذا كان في امكانيات كافيه والوضع كان يحتمل الوضع الاقتصادي والوضع بتاع التضخم ومعاش الناس اذا كان بيحتمل، كان طبعا افضل انك تحرر سعر الصرف مره واحده، كان ممكن تحرر سعر الصرف مره واحده، لكن الوضع المعيشي الان لا يحتمل ذلك. ودي خطوره على الوضع السياسي، لان لو فكيت السعر بيوم وليله هتكون في تبعيات خطيره جدا جدا على التضخم، على السبيكيوليشنز، على المتربصين بسعر الصرف من الخارج كويس، على اساس انه ممكن يعني يستدرجوا سعر الصرف اللي
اعلى مستوى بعد ذاك لحد ما تتنازل عن السياسه انت تنتكس منها، وبعد ذاك هم يباشروا العمل زي ما كان. فبالتالي السياسه الجديده قطعا هي اول حاجه من ناحيه نظريه، الفوائد بتاعتها انها اول حاجه توفر للبنك المركزي المدى المتوسط تمشي للسوق الغير رسمي. انا ما بقول الموازي لانه في السودان في سوق موازي اخر اللي هو سعر البنوك، اللي هو السوق الاسود. الاسود ده هيدا الماركت. حتى في السودان السعر الصرف غير موازي او غير رسمي هيدا، لكن ليتس سي انه ده سعر غير رسمي. فبالتالي السعر الغير رسمي هنا هيكون تحدي كبير، وانا بفتكر انه الدوله في المدى المتوسط هتكون عندها احتياطات، عندها فرصه انها تعمل احتياطات بحيث انها يعني تسحب البساط جرادولي من تحت السوق الاسود. لانه زي ما قلت لك اكثر فتره استفادوا منها تجار السوق الاسود الفتره بتاعت البريميوم، السعر الرسمي والسعر السوق الاسود لما يتسع، هم يقدروا يجذبوا امكانيات اكبر الى موارد السوق. فبالتالي احنا الان هدفنا انه نضيق الفرصه دي ونثبتها. بمعنى انه اذا زاد السوق الاسود هنزيد معاه، اذا نقص هننقص، بحيث انه الفجوه دي لا تتجاوز الخمسه او لحد 9% حسب التارجت انفليشن. فبالتالي اذا قدرنا نثبت ال 5% دي، يعني بعدها ما بيكون في فريق معتبر بين السوق الاسود والسعر التجاري اللي هو سعر الصرف بتاع البنوك، ما يكون في فريق ثاني بعدها. باضافه الحوافز التشريعيه الاخرى انت تقدر يعني تقرب الفجوه. يعني اليوم اذا قالوا لك انك انت ترسل 1000 دولار عبر القنوات الرسميه، حتى لو كان في فرق 5% غير وبين سعر السوق الاسود، لكن لو كانت في حوافز تشجيعيه لزون البرسل ده في شكل اعفاء جمركي، في شكل يعني اشياء اخرى، قطعا يعني هيفضل. فدي السياسه الان الماشيه، ودي السياسه هتطبق في المدى المتوسط. انا اتوقع انه في المدى المتوسط لو قدرنا نصمم على هذه السياسة في المدى المتوسط السوق الموازي هيختفي. طيب المعالجات المطلوبة لامتصاص الجوانب السلبية لارتفاع السعر في الفترة الجاية، مفترض البنك المركزي بيضع تحوطات. من هذه التحوطات زي ما قلت لكم هي السياسة النقدية، إصدار صكوك على احتياطات الذهب عشان تصل السيولة، وعشان يدي عشان يقص السيوله، وعشان يقلل فرص المضاربات. فدي الاشياء الاساسيه انا افتكر انه هي من الميزات الاساسيه لهذه السياسه الجديده مقارنه بالسياسه السابقه السياسه السابق، انه في حاله حدوث صدمه اقتصاديه للاقتصاد السوداني هذا النظام الجديد اللي هو التحرير المقيد سيمتص الصدمه. المسألة دي مثبتة وعندك ما كلام يعني توقعات، هيمتص الصدمة وبالتالي ما بيكون في امباكت على الوضع الاقتصادي، حتى لو كانت امباكت هتكون امباكت فيري شورت تيرم. فدي كلها الأشياء الأساسية، وأنا أفتكر يعني دي الأشياء الأساسية، وأبتدي بهذا وبعدين نشوف الأسئلة تحصل شنو. شكرا لك. شكرا جزيلا بروف ابراهيم ونور. ناخذ مداخله الانبوت بتاع دكتوره سبنا في المحاور سالفه الذكر. دكتوره سبنا في بدايه يعني معتز موسى لما كان رئيس وزراء في العهد البائد كان يتكلم عن الصدمه، حتى الناس سموه سمعت الصدمه في ذلك الوقت، فالناس وقفت ضد السياسه دي وبتاع. السؤال اللي بنبدأ به في البداية، ليه الآن؟ يعني اللي حصل شنو اللي خلانا الليلة دي طوالي بين يوم وليلة نقبل
تعويم سعر الصرف. تفضل يا دكتور. طيب بسم الله جدا ده، لكن انا هبدأ بسؤالك متعلق اولا لفظ الصدمه عند الاقتصاديين بيشير دائما للمدرسه الكنزيه. احنا عندنا مدارس اقتصاديه كثيره انا بشبهها بالمذاهب الفقهيه، فالاقتصادي لما يقول لك شوك او صدمه انت طوالي بتعرف انه ده مفهوم كنزي، والمدرسه الكنزيه هي مدرسه وسيطه بين المدرسه الاشتراكيه اللي بتفتكر يعني انه الدوله لازم يكون عندها حضور مكثف في الاقتصاد، وبين المدرسه اللي هي بتشوف انه الدوله دي مفترض تمام ده نموذجين على النقيضين الموجودات في الاقتصاد او بواكير الفكر الاقتصادي الحديث. كان في المدرستين دي، وفي الوسط لما حصل الكساد ظهر زي بتقول انه لا السوق ده قد يفشل، يعني كان السائد هو المدرسه الكلاسيكيه، وبعدين حصلت حاجه اسمها الماركت فيلير. الماركت فيلير يعني شو؟ يعني في المدى الزمن الطويل لم تستطع آليات السوق إنها تعيد التوازن للاقتصاد إبان الكساد الكبير. فكينز قال إنه لا يمكن في الحالة دي إنه إحنا ننتظر forever. حتى عنده مقولة مشهورة بيقول في المدى الزمن الطويل كلنا حنكون أموات، يعني دائما بيرد على الكلاسيكيين الاقتصاديين الكلاسيكيين، ولكن في المدى الزمن الطويل كلنا حنكون أموات، بمعنى إنه الزمن الطويل ده ممكن ما يجي، لانه دائما الاقتصاديين الكلاسيكيين بيقول لك في المدى الزمن الطويل المرونات بتكون اكبر. المرونات شنو؟ اي فاريبل، اي متغير في الاقتصاد بالنسبه لنا احنا عشان نتاثر عليه بالسياسه بيعتمد على مرونه هذا الفاريبل. وبنفترض دائما في المدرسه الكلاسيكيه انه المرونات في المدى الزمن القصير والمتوسط بتكون ضعيفه، يعني بيكون في ريجيديتي. أنا ما أعرف أترجم الكلمة دي، لكن الريجيديتي معناها عدم المرونة، معناها الحاجة دي ما مرنة، ما إلاستيك. لكن الاقتصاديين الكلاسيكيين بيفترضوا إنه كل المتغيرات في المدى الزمن الطويل تلقائياً بتتحول إلى المرونة، المرونة دي هي اللي بتحدث الأثر بتاع السياسة الاقتصادية اللي أنا بعملها الليلة في المدى الزمن الطويل، اللي هي مثلاً إذا تخيلنا سعر الصرف الليلة إنه عومناه الليلة، فنحن ككلاسيكيين مثلاً بنتخيل إنه في المدى الزمن الطويل اللي هو من 5 لـ10 سنوات حيؤتي أكله. كينز كان بالنتيجة لفشل سياسة السوق في إبان الكساد الكبير بيفترض إنه المدى الزمني الطويل ده قد يتطاول أمده إلى أن نموت وما نشوفه، يعني إنه يحصل. فعشان كده كانت عنده المقولة الدائمة دي. فالكلمة بتاعت الصدمة أو الاقتصاديات بتاعت الصدمة دي هي اقتصاديات كينزية، معناها الاقتصاد اللي بيقول لك أنا هعمل شوك في الاقتصاد ده اقتصادي منطلق من المدرسة الكينزية وليس المدرسة التحرير الكامل للاقتصاد. والبروفيسور هاستي باعتباره يعني ممكن يكون اقرب مني لمناطق اتخاذ القرار السياسي وضح فعلا انه، وانا سعيده باني اسمع سمعت منه الكلام ده، انه هم لم يذهبوا الى عمليه التحرير الكامل لسعر الصرف، لانه ما ذكر وزير الماليه في المؤتمر الصحفي بدا على انه تحرير كامل لسعر الصرف بمعنى ترك سعر الصرف تماما لاليات العرض والطلب حسب النظريه الكلاسيكيه في شكلها التقليدي جدا. وما ذكره البروفيسور اونون الان هو سعر الصرف المرن المدار. وافتكر دكتور البدوي كان عنده محاضره امس ولا اول امس كان بيتكلم عن انه هو شخصيا لما كان وزير للماليه هسه في الفتره اللي فاتت طالب بتحرير سعر الصرف بشكل كامل جدا، ولكن رئيس الوزراء اعترض وقال من الافضل اننا نمشي في اتجاه المرن المدار وليس التعويم الكامل، لانه كلمه التعويم بتعني تماما انك انت تترك الجنيه بتاعك ينافس الدولار وغيره من العملات الصعبه وفقا لآليات الطلب والعرض، يعني مش اختفاء السوق الموازي وانما اندماج الحكومه في هذا السوق. يعني الحكومه كانت عامله سقف للاسعار، السقف في الاسعار ده خلق السوق الموازي، لانه اي سلعه في الدنيا لما يتعمل لها سقف بتخلق سوق موازي لها. لما الحكومه ما تقدر ان هي تجاري هذا السوق الذي خلق ايضا بسبب سياساته بتقوم تضطر ان هي تدخل فيه، وده حصل الان انه الحكومه الان
دخلت هي في كشريك او كلاعب اساسي في هذا السوق الموازي. ده بالنسبه للتعويم. اذا احنا هسه الان ما بنقدر نقول انه الجنيه تم تعويمه، ولكن الحكومه انتقلت من سياسه سعر الصرف الثابت لسعر الصرف المرن المدار، بمعنى انه ما بنتوقع انه في امل في انه مثلا السوق الاسود يختفي تماما. ليه؟ لانه في الحاله دي حتخش الحكومه في سباق مع هذا السوق، وبيبقى المنتصر في الحاله دي هو من يملك رصيد اكبر من العمله الصعبه عنده. بالنسبه للسوق الموازي احنا ما عارفين، احنا ما عندنا فكره كافيه، لانه زي ما ذكر البروفيسور برضو قال انه في سوق خفي، يعني الحكومه ما عندها معلومات كافيه وحقيقيه عن حجم العملات الحره الموجوده خارج النظام المصرفي، ما عندها معلومات دقيقه عن الكتله النقديه لانه في عمليات تزوير. فبالتالي الحكومه ما بتقدر الليلة تديك كلمه ثابته تقول لك انا والله عندي كده في مقابل السوق الموازي عنده كده، وبالتالي انا ضامنه 100% انه انا دائما حكون متقدمه بخطوه او بخطوتين عن السوق الموازي. الحاجه الثانيه، هل يعني التضخم وهل سعر الصرف وهل سعر الصرف نفسه يعني هو المحدد الوحيد للصادر والوارد؟ ليه؟ لانه الصادر والوارد هو المصدر الاساسي والفورمال لعائدات الحكومه من النقد الاجنبي، بالاضافه طبعا لتحويلات المغتربين. ده المصدر اللي الحكومه رسميا بتجيب منه عمله صعبه عشان تخزنها عشان تدخل في معركتها مع السوق الموازي ده. طيب هل الصادر والوارد في السودان كمعادلات اقتصاديه هي تتاثر فقط بسعر الصرف؟ طبعا لا، في مؤثرات ثانيه. يعني المدرسه الكلاسيكيه اجين بتدعي انه سعر الصرف قد يكون هو اللي عنده الويت الاكبر يعني في التاثير، لكن ما في دراسه ثابته طلعت الحكومه عملتها بشكل دقيق تثبت لنا بها فعلا انه الكوفيشنت بتاع سعر الصرف هو الاكثر تاثيرا مقارنه مثلا بالانتاج، بالانتاجيه، بالتضخم نفسه، بنسبه المدخرات بتاعه البلد المعين، بالفورين دايركت انفستمنت. دي كلها عوامل بتؤثر في الصادر والوارد وبتحدد ما اذا كانت يعني ممكن يكون عندها وزن او تاثير مقارب حتى ولو كان اقل من سعر الصرف. فبالتالي استهداف سعر الصرف لوحده ليس بالضروره بيعني انه الفجوه بين الصادر والوارد حتتقفل. ليه؟ لانه هي اصلا كيف بيعالج سعر الصرف التعويم، كيف يعالج التعويم ازمه الاقتصاد؟ التعويم بيعالج ازمه الاقتصاد بحسب افتراضات النظريه الكلاسيكيه بانه بيزيد الصادر. يعني لما انت تخفض العمله بتاعتك نتيجه لتنافسها مع الدولار وتنخفض قيمتها، مفروض انه الماجنيتيود كميه الصادرات، مش سعر الصادرات، مش الفاليوم بتاع الصادر، ولكن الفوليوم بتاع الصادر بتاعك مفترض انه بيزيد. ليه بيزيد؟ لانه الشير بتاعك في الانترناشونال ماركتس مفروض انه بيزيد. ليه بيزيد؟ لانه الناس عشان يشتروا منك الصادر حقك بيشتروه بقروش ارخص مقارنه مع المنافسين لك من ذات اللي بيصدروا معك نفس الشيء. ولكن السؤال، هل مشكلة الصادر السوداني هي فقط ماركت شير وماجنيتيود؟ يعني دعنا ناخذ على سبيل المثال الصمغ العربي. الصمغ العربي ده السودان تقريبا مسيطر عليه بنسبة 98%، هو المنتج الأول في العالم، ولكن يد الأسعار بتاعت الصمغ العربي غير مجزية. ليه غير مجزية؟ لأنه الاحتكار موجود في جانب المشترين، من يحتكرون ليس البائعين نحن، وإنما الذين يحتكرون الصمغ العربي هو المشترين. فبالتالي نحن ما يعني اذا المشترين ديل قالوا نحن والله ما دايرين نشتري منك السنه دي، خلاص عندنا مخزون كافي، انت ممكن ما تبيع صمغ عربي نهائيا. فالدراسه الدقيقه لهيكل الصادر والوارد واللي بيتاثر فيهم، يعني بيتاثر بالضبط بشنو ابارت او بعيدا عن فقط التركيز على سعر الصرف، حاجه مهمه جدا جدا عشان نحن نقدر نفهم مدى فاعليه التعويم، سواء كان مدار او تعويم كامل وتحرير كامل لسعر الصرف. مدى فاعليه السياسه دي في المدى الزمني الطويل في انها هي تعالج الاشكال الاقتصادي. اذا الحقيقه اللي انا بدي اخلص ليها في كلامي ده انه الحديث عن الصدمه هو تدخل للحكومه، لانه برضو انا شايفه انه في ديبيت سياسي هنا في السودان، انه الناس بيفتكروا يعني انه في مدرستين، شيوعيه ونيوليبراليه. دائما يعني انا زوره قريبه جدا من وسائل التواصل، في لبس او في تناول سياسي لموضوع الاقتصاد،
بيفتكروا انه في انه اي شخص الان الليله يقول انا ضد التعويم هو بالضروره شخص شيوعي ماركسي ما بعرف كده يعني، واي شخص هو مع التعويم بينظروا له الطرف الاخر انه نيوليبرالي امبريالي ما بعرف نيو كلاسيكي، المهم المسميات الكثيره دي تبع البنك والصندوق وكلام زي ده. الحاجات دي في العالم، اول شيء لازم نوضح الكلام ده لكل المستمعين انه الحاجه دي في عالم الاقتصاد اليوم ما عادت موجوده، الشكل ده ما موجود الا في ماده بتدرس في الاندر جراديويت ليفل بتسمى تاريخ الفكر الاقتصادي. ده المكان الوحيد في العالم اللي انت ممكن تلقى فيه النظريه الماركسيه بشكلها التقليدي او النظريه الكلاسيكيه بشكلها التقليدي وكلام ادم سميث، بيدرس كثقافه للاقتصاديين اكثر من انها هي حاجه موجوده اون ذا جراوند. الاقتصادات العالميه الحديثه كلها تنهل من كل مدرسه، من كل مدرسة. طبعا في مدارس جديده في حاجه اسمها المودرن ايكونوميك ثوت، ده لما الزول يمشي في ليفل بتاع ماستر وبي اتش دي ليفلز بيدرس كمان المدارس الاقتصاديه الجديده زي البيهيفيرال ايكونوميكس زي مثلا الاستراكشراليست، دي كلها مدارس جديده يعني استحدثت وهي كلها عباره عن الاشياء دي مزيج. حتى النظريه الكينزيه نفسها هي تطور من النظريه الكلاسيكيه زي ما انا ذكرتها اللي هي بتعنى بانه اعتراف من الكلاسيكيين بانه الماركت قد يفشل ولما يفشل لابد من تدخل الدوله. اذا الان نحن بنعيد، انا بقول انه الاقتصاد السوداني بيدار مور اور ليس بالنسبه لي انا كمراقب يعني بيدار وفقا للنظريه الكنزيه اللي هي مزيج بين الاثنين اللي هو التدخل الجزئي للدوله في حاله فشل نظام السوق. وفعلا وده اتجاه صحيح لسبب بسيط جدا انه اصلا احنا في حاله ماركت فيلير يعني اصلا هو الفتره بتاعه الانغاز العشريه الاولى للانقاذ تم فيها عبر سياسات دكتور حمدي كانت إنها هي التحرير الكامل، يعني السودان دولة طبق فيها المذهب النيوليبرالي بحذافيره على النموذج الأمريكي اللي هو يعني أجرأ نموذج موجود للنظرية النيوليبرالية اللي هو إن خصخصوا كل يعني الخصخصة اللي حصلت في السودان ما حصلت حتى في بالمناسبة في فترة تاتشر في المملكة المتحدة لأنه تم بيع كل ممتلكات الدولة وخرجت الدولة فعلا تماما حتى من الصحة ومن التعليم ومن أي حاجة. يعني مثلا هنا في الاتحاد الأوروبي في بريطانيا الدولة لا تزال موجودة بتدعم التعليم وبتدعم الصحة والتعليم مجانا والصحة مجانا وكده، لكن في السودان الكلام ده ما كان حاصل ويمكن لغاية الآن ما حاصل، لأنه أنت إذا عندك قروش بتتعلم، إذا ما عندك قروش أنت بتكون خارج التعليم، نفس الشيء إذا عندك قروش بتتعالج إذا اللي هو نفس النموذج الأمريكي. فالآن الحصل إنه أوفر تايم حصل فشل لآلية السوق في السودان لعيوب هيكلية سوف نذكرها لاحقاً في كلامنا، ولما فشلت آلية السوق وابتدى التدهور الاقتصادي اللي احنا شايفينه ده كان مغطى بس بوجود النفط، النفط كان عامل كفر يعني للفيلير دي، وإلا إن لو كانت الإنتاج النفط فشل في السودان كان الحاصل الليلة كان حصل أتليست قبل 20 سنة، ولكن ال 15 سنة من إنتاج النفط مكنت الحكومة بتاعت الإنقاذ من الاستمرار، ولكنها للأسف ما عملت على معالجة العيوب الهيكلية ونقل الاقتصاد السوداني من اقتصاد يعتمد على سلعة واحدة يعني اقتصاد vulnerable للإكسترنال شوكس لأنه هو اقتصاد متعدد زراعي وصناعي ومثلا برضو بيجيب مصادر الدخل بتاعته متعددة. فالسبب ده لو أول ما حصل زي ما بيقول دكتور البدوي ظاهرة الوقوف المفاجئ اللي هو انقطاع النفط أو الصدمة بتاعت النفط اللي هو الأويل لوس عام 2011 تعرى الاقتصاد السوداني، حصل بس إنه هو تعرى يعني بعد ما كان عندك تدفقات نقدية ريعية ضخمة من النفط فجأة حصل لها كطف بشكل مفاجئ فبدأ التدهور اللي مفروض كان يحصل من قبل 20 سنة إذا ما كانت استكشافات النفط في السودان قد باءت بالفشل يعني. فالتداعيات التغييرات المشاكل الهيكلية في الاقتصاد السوداني ما زالت موجودة حتى الآن. الإشكاليات الهيكلية دي في الصادر والوارد في تركيبة الصادر السوداني هي اللي بتخلي إنه القصة بتاعت التعويم دي الآن أو مش التعويم سعر الصرف المدار الآن ما تؤتي أكلها في المدى الزمن الطويل والمتوسط. ليه؟ لأنه أنت كيف هتسد الفجوة بين الصادر والوارد؟ يعني ما هي آليات ما الذي تغير؟ يعني عشان أنت تقول أنا الليلة حيكون عندي عائد من النقد الأجنبي يمكن الحكومة فعلا من التفوق على السوق الموازي على الأقل في المدى الزمن المتوسط على أقل تقدير.
الحاجه الوحيده اللي ممكن نحن نقول انها هي مثلا ايجابيه في المساله دي، انه ممكن تمكن الحكومه من انها هي تدخل يعني تستجيب لشروط الصندوق، بالتالي تحصل على قروض من البنك والصندوق، وبالتالي تدخل مبادره الهيبك وتقلل من القصه بتاعت الديون بتاعتها دي حاجه ممكن تحصل نتيجه لانك انت استجبت لشرط هام جدا جدا من شروط الصندوق. ولكن انه يحصل يعني انخفاض في التضخم ده صعب. ليه؟ لانه برضه من العيوب الاساسيه في الهيكليه في الاقتصاد السوداني هو عجز الموازنه والتمويل بالعجز. فسؤال، الان انت حررت الجنيه جزئيا او بشكل مرن يعني بدل ما يكون كامل، طيب ما هي اشتراطات الحكومه اللي قدمت عرضتها يعني ان كانت قد وجدت عشان هي تسد العجز او توقف الاعتماد على الطباعه من البنك المركزي؟ ايضا الحكومه الصرف الحكومي كبير جدا جدا ومتوسع، والحكومه اصبحت اكبر مما كانت، ما هي الاشتراطات اللي برضو الحكومه عملتها عشان تقلل من الصرف الحكومي بتاعها؟ والحاجه الثالثه، الناس دي بيقولوا انه تعويم الجنيه ده هيجيب الفورين دايركت انفستمنت، عشان برضو الفورين دايركت انفستمنت فيه ضخ للعمله الاجنبيه في خزينه الدوله، بالتالي يمكن البنك المركزي من السيطره على سعر الصرف او التدخل كلما كان الامر يستدعي او كلما تقدم السوق الموازي على البنك المركزي في عمليه تحديد سعر الصرف. طيب السؤال هو، في شنو تغير في السودان بيخلي المستثمرين الاجانب ديل يجوا؟ دي اسئله برضه مطروحه، لانه الاستثمار الاجنبي عشان يجي عنده متطلبات، المتطلبات دي غير موجوده، واهم متطلب هو الاستقرار السياسي. بالنسبه للاستقرار السياسي، انت غيرت الحكومه الانتقاليه وحدها الان مرتين في فتره اقل عن الاربع سنوات او يمكن الثلاث سنوات، ده بينعكس في انه انت ما لا يمكن يعني المستثمرين يثقوا في حاله زي دي من عدم الاستقرار السياسي. البوليتيكال ريسك بتاعك بيكون عالي، يعني اي مستثمر داري يجي السودان هو بيحتاج لتمويل، لو داير يستثمر في الزراعه والتمويل ده هو ما قروش في جيب الناس، التمويل ده في مؤسسات تمويليه عالميه عندها تقييم للدول حسب الاستثمار. فاذا البوليتيكال ريسك بتاعك عالي، البوليتيكال ريسك ده بينضاف للريسك بتاع الانفليشن والريسك بتاع البيزنس نفسه، فبيخلي انه الدخول في السودان فيري ريسكي بالنسبه للمستثمرين. فبالاضافه لانه الحرب الان اللي قامت في الحدود بتاعتنا مع الفشقه، في الفشقه مع اثيوبيا، دي برضو بتضيف للانستابيليتي بتاعتنا فروم زي ما بيقولوا مش ايكونوميك لكن بوليتيكال بوينت اوف فيو، وبتقلل من جاذبيه السودان. المدخرات بتاعت السودانيين الان مع التعويم ده، انت قللت متوسط دخل الفرد السنوي قول مما كان مخطوط ما يعادل مثلا 800 في السنه، ولا يعني بعض التقارير برضو انا ما دار ادخل في دي لانه بتتحسب بالبي بي بي اللي هي 1800، انخفضت الان ل 400 عمليا نصيب الفرد من الناتج الاجمالي المحلي، معناها انه حيكون في تراجع برضو لشنو؟ للطلب الكلي نتيجه لارتفاع الاسعار. التراجع في الطلب الكلي برضو من الاسباب اللي ما بتشجع الاستثمار الاجنبي، لانه المستثمرين الاجانب بيجوا بيبيعوا بضاعه وبكونوا عاوزين انه الطلب يكون عالي، وعدد كل ما كان عدد السكان اكبر او كانت مستويات الدخول السنويه اعلى، كل ما كان المكان ده سوق مناسب لهم لانهم هم يستثمروا فيه. دي كلها عوائق هيكليه في الاف دي اي، في الفورين دايركت انفستمنت. برضو الحكومه ما عندها مثلا سوفار رؤيه واضحه في انه هتحل الاشكاليه دي كيف. فبالتالي انا بشوف انه هو البروفيسور برضو ذكر حكايه الصكوك بتاعت الذهب دي، القصه بتاعت الذهب دي قصه براءه ثانيه اللي هي ولايه الماليه ذاتها على المال العام. يعني لغايه الان احنا ما عارفين كم بينتج من الذهب وكم بيصدر واين ينفق، والماليه ده مورد مهم جدا جدا هي ما مسيطره عليه. بالتالي هؤلاء الذين هم مسيطرين على الذهب حيكونوا هم الذين يملكون الكتله بتاعت الدولار الاكبر بالتاكيد، يعني اكبر لاعبين في السوق الموازي هم كبار اللاعبين في الذهب. فاذا الدوله اصلا ما عندها رؤيه واضحه في السيطره على قصه الذهب، تلقائيا مع تعويم الجنيه ما حيكون عندها القدره على السيطره على السوق الموازي. دي واحده من الاشكالات الاساسيه، التشوهات الحاصله في قطاع الذهب. فالثلاثه اشياء دي بتخلي انه حتى سعر الصرف المرن المدار زي ما قال البروفيسور اونور لا يؤتي اكله، يعني او هنالك شكوك كبيره جدا جدا. هو قد يكون عنده فوائد في حدود انه الحكومه تستطيع انها تدخل الهيبك تخفض
الديون بتاعتها تحصل على قروض من المؤسسات المالية تساعدها، لكن الأثر الهيكلي حيكون ضعيف إذا لم تتم معالجة الأمور دي كلها. وكان من الأفضل إنه الأمور دي أصلاً تتعالج قبل ما يتم اتخاذ الفرمان بتاع إنه أنا عومت أو أنا انتقلت من سعر الصرف الثابت للمرن. قبل ما يحصل الكلام ده كان مفترض الحكومة تقوم بكل هذه الأشياء، تستكمل ولاية المالية على المال العام، تسيطر تماماً على صادرات الذهب وتوقف التهريب والأشياء دي، وتعرف هو ذاته هو ار ذا بيج بلايرز، لانه احنا لغايه الان كسودانيين ما عارفين. هم بيقولوا انه دي الشركات الصغيره، والشركات الصغيره بتقول ده التهريب، فما في رؤيه واضحه في المورد المهم ده. وهو مهم ليه بالنسبه لقصه التعويم؟ لانه زي ما انا قلت كبار اللاعبين في الذهب هم كبار اللاعبين في السوق الموازي. فاذا انت ما استهدفت السوق بتاع الذهب ده او الصناعه بتاعت الذهب بسياسات حكوميه تضمن انه العائد الحكومي للدوله يكون كبير، او تكون في سيطره او رقابه، انت عارف انه الذهب ده بيمشي وين وكمياته شنو، بيصعب عليك بعد كده انك انت تسيطر على، حيظلوا اللاعبين ديل حيجوا يكون عندهم دولار اكثر منك لانهم هم اللي عندهم السلعه دي. الصرف الحكومي زي ما انا قلت ما في اي رؤيه لتخفيضه، بالعكس احنا ماشيين على يعني انفليشن اكثر، بالذات بعد ما يتم تعيين الولاد الجدد وكده. السيفنج بتاع السودانيين حيجي لأنه متوسط دخل الفرد تلقائيا خلاص مما انت عومت الجنيه ده او حررته جزئيا، انت قللت مستويات الدخل، بالتالي الطلب الكلي، لانه احنا في حاله بتاعه ستاجفنيشن اللي هو الركود التضخمي، ولينا فتره طويله جدا في حاله الركود التضخمي دي، ففي ركود اقتصادي، انت عاوز تقلل التضخم هاي لكن برضو عاوز تبوش الايكونومي فورورد، يعني عاوز الناس يزيدوا الطلب الكلي عشان تشجع الاستثمار الاجنبي والاستثمار المحلي في نفس الوقت. فعشان كده انا بشوف انه هي من الناحية النظرية يعني ما يتداول الآن بالذات من الناس البرو قصة التعويم، هي خليني أقول argument أو دفاع نظري. لما يجي على أرض الواقع في practical level بتلقى فيه تحديات كبيرة جدا جدا أمامه. يعني النقطة الأساسية إنه الدولة ما خرجت، إحنا في وضع في اقتصاد كينزي فيه تدخل للدولة واعتراف بأنه في market failure، إنه آلية السوق أو اليد الخفية فشلت في إنها هي تخلق التوازنات في الاقتصاد السوداني، بالتالي تدخلت الدولة. لأنه أنت لما تتدخل تقول أنا هعوم ولا هعمل مرن ولا ما مرن، ده معناه تدخل أصلاً للدولة وليس خروج للدولة من الاقتصاد. فبالتالي جدلية شيوعي وهناي دي ما محلها. الحاجة الثانية نظرياً يس صحيح، في الكتب النظرية مفترض انه تخفيض جنيهك بيزيد الماجنيتيود، مش سعر صادراتك ولكن حجم الصادر اللي انت بتصدره برا بيزيد، بالتالي العائد بتاعه بيزيد. لكن في الواقع الكلام ده زي ما انا ذكرت في عيوب هيكليه تمنع حدوث هذا الامر. بالنسبه لتحويلات المغتربين، تحويلات المغتربين الناس بيفتكروا انه تحويلات المغتربين دي بتنهي السوق الموازي. هي تحويلات المغتربين بتعمل شنو؟ هي بتضخ اموال للحكومه، فلكن إذا استمرت الحكومة في الطباعة، إذا استمرت الحكومة في الطباعة ما عندها معنى التحويلات دي ذاتها في التأثير على سعر الصرف. يعني إذا استمرت الحكومة في إنها هي العجز الميزانية بتاعتها كبير، هي ما حتقدر يعني في الآخر التضخم قد تسيطر، قد يعني ممكن تحويلات المغتربين ما عاوز أقول تسد الفجوة بين النقد الأجنبي وغيره، لكن أنا عاوز أقول إنه تحويلات المغتربين ما عندها علاقة كبيرة بالتضخم، لن تخفف التضخم، لأنه التضخم مصدره الأساسي إنه في عجز في الميزان الحكومي نتيجة لأنه المصاريفات الحكومية والصرف على الأمن والدفاع كبير، وده ما في رؤية لتخفيضه في المدى الزمن المتوسط أو الطويل، لأنه إحنا وردي دخلنا في حالة بتاعت حرب، فنتوقع إنه مع الانفلاتات الأمنية ومع الوضع في الحدود بتاعتنا إنه الصرف ده حيزيد في المستقبل، بالتالي الصرف الحكومي حيزيد، وشفنا إنه الحكومة برضو توسعت والولايات برضو حيعينوا ولاد جدد وكده. والصيف بتاع السلام، فده كله حيزيد الصرف الحكومي بتاعك، بالتالي ستستمر الحكومة في التمويل بالعجز definitely. وإذا استمر التمويل بالعجز واستمرت التضخم، استمرت الطباعة والاستدانة من البنك المصرفي، حتستمر القصة بتاعت التضخم دي في السوق بالنسبة لأسعار المنتجات. فدي إشكالات هيكلية بتواجهها القصة بتاعت تحرير سعر الصرف. طب نجي لحاجة كان مفترض أنا أبدأ بها لكن نرجع لها تاني، اللي هي القصة بتاعت التعويم ذاته. التعويم ده أصلاً هو الهدف الأساسي منه شنو؟ الصندوق والبنك ديل هما
جايين من المدرسة الكلاسيكية. المدرسة الكلاسيكية بتقوم على إنه ما في ربح، ما في احتكارات، فبالتالي ما في ربح طبيعي. ما يعني لما دولتين يتبادلن، لما يحصل التبادل التجاري بين دولتين، مفروض إنه يكون البالانس زيرو، يعني ما يكون. والكلام ده كان سائد، كان العالم كله معتمد، كل الدول بتعمل سعر صرف ثابت بس بيتغير من فترة لفترة. يعني أنا أوريكم أنه أصل التعويم جاء من وين. الحصل أنه الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت أنه في دول زي اليابان، في دول زي الصين، ابتدت اقتصاداتها تنتعش وتتقدم. فهم قالوا خلاص، الأمريكان دائما بيحبوا يربطوا الدولار بتاعهم بالسلعة القوية. في الوقت ده كان الذهب هو أقوى سلعة، فعشان كده كان الدولار مربوط بها، زي ما هسه مثلا الدولار مربوط بالبترول. ما في منطق انه تربط الدولار بالبترول، يعني مفترض انه البترول ده طالما السعوديه عندها تلتين الريزيرف في العالم، مفروض انه البترول يكون مربوط بالريال السعودي. الحاصل انه يعني بقوه الاسطول الامريكي، الدولار مربوط بالنفط. يعني النفط الان بيباع ويشترى بالدولار، المفروض يباع ويشترى بالريال السعودي، لانه السعوديه عندها تلتين الريزيرف الموجود في العالم كله. فكانت الولايات المتحدة الأمريكية دولار مربوط بالذهب، ببريتن وودز برضو، لأنها خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية بالأسطول الأمريكي، وما من حقك أنت كأي دولة في العالم أنك تعترض على الشيء ده. يعني بعد فترة بقت أمريكا سنة 71، أنا بفتكر أنه تريجر الأساسي القصة بتاعت النفط نفسها، أنه أسعار النفط ابتدت ترتفع، وجات بعد كده الصدمة بتاعت النفط، فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية ما قادرة تفي بقصة إنه قصاد كله $35 أوقية بتاع الذهب، فعومت الدولار الأمريكي. ده كان أول تعويم في التاريخ سنة 71، إنها فكت ارتباط الدولار بالذهب، وقالت بعد كده العملة دي تتصارع في السوق يعني بين بعضها، عشان تكشف قوة كل اقتصاد. يعني الاقتصاد الأمريكي الصادر والوارد ده هو ريفليكشن، هو صراع في الانترناشنال ماركت بين اقتصادات. اذا انت اقتصادك قوي، هيحصل انه الفائض بتاعك في الميزان التجاري هيكون اكبر. يعني زي الصراع الان بين الصين وامريكا، الان امريكا ميزانها فيه عجز مع الصين، ده بيعكس انه الاقتصاد الصيني اقوى من الاقتصاد الامريكي. ده مش معناه الصين اغنى من امريكا، لانه الغنى له علاقه بالاكيوميليشن اوف ويلث. امريكا اغنى من الصين كتراكم بتاع ثروه. يعني لما تيجي تحسب الثروه الأمريكية والثروة بتاعت الاقتصاد الصيني، بتلقى إنه أمريكا أغنى، ولكن ككاش فلو كبالانسز الاقتصاد الصيني متفوق. ليه؟ لأنه معدلات النمو الصيني أكبر من معدلات النمو في أمريكا، لأنه المدخرات بتاعت الصينيين أكبر، أو المارجنال بروبنسيتي تو سيف عند الصينيين أكبر منها عند الأمريكيين، وهكذا. فأصبح إنه مسألة الصادر في الوقت ذاك، دخل البنك والصندوق بقوه، وكان دورنا الاساسي شنو؟ انه انت فورس التعويم. ما هو في الاول كل الدول كانت زي ما انا قلت اسعارها ثابته، هم اتفقوا على انه دخلك امبالانسز في الجلوبال ايكونومي. يعني الامبالانسز يعني شنو؟ يعني قابليه الاقتصاد الدولي للشوكس. والهدف الاساسي للناس كان انه الكساد الكبير ده ما يتكرر ثاني في العالم، وانه يكون في الجلوبال ايكونومي ده يكون في اللونج ران ماشي طوالي في حاله بتاعه جروث. ممكن يكون في شويه فلكشويشنز في المدى الزمني القصير، يعني تقلبات، لكن الازمات الاقتصاديه ما تكون متكرره. يعني ما يحصل لنا كل 5 سنين ازمه، كل 5 سنين كساد، كل 7 سنين كساد كده. فهم الاقتصاديين في الوقت ده وصلوا لنتيجه انه الازمات الاقتصاديه دي يمكن حلها بانه نحن نحرر اسعار العملات دي كلها. فانبرى البنك والصندوق للتدخل بالريكومنديشنز بتاعتهم، والبنك والصندوق طبعا الدونرز الاساسيين بيمثلوا الاقتصادات الكبيره. يعني برضو احنا نتوقف هنا عشان برضو نشرح الحكايه دي للناس. البنك والصندوق ده ما مؤسسات خيريه، ما تشاريتي، ما مؤسسات جايه تساعد الدول الناميه عشان تبقى هي أقوى. هي مؤسسات فيها مساهمات، وإحنا مساهمين من 57 من مؤسسي الصندوق يعني، وداخلين فيه. لكن إحنا شنو؟ إحنا ما عندنا سي. يعني الناس اللي بتخذوا القرارات هي الاقتصادات الكبيرة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندها الفيتو. يعني مثلا إذا الليرة الصندوق عاوز يدي السودان 2 مليار، والولايات المتحدة الأمريكية أو الصين أو ألمانيا أو فرنسا ما عاجبون الكلام ده، ممكن يستخدموا حق النقد ويقولوا لا ما تدوا السودان. ليه؟ لأنه إذا أنا عاوز أعكسه إنه وزنك وأهميتك داخل المؤسسات الدولية دي برضو
بتنعكس بقوه الاقتصاد بتاعك وبالثروه بتاعتك وبالبارتيسيبيشن بتاعك. فالنظره لانه يعني انه المؤسسات دي بتاعت تشاريتي وجايه تديك قروش كده لله في لله، دي نحطها على جنب. في حاجه ثانيه متعلقه بالمؤسسات الدوليه دي برضو، انه مش كل اللي بيقول ما تسمع للروشيتا هو ضد البنك والصندوق. انت لا تستطيع ان تكون ضد البنك والصندوق اصلا، لانه الصندوق بتاع النقد ده هو اسس بنك السودان ده ذاته. انت لا تستطيع، ما ممكن ابدا يعني اي زول حيجلس في كرسي وزاره الماليه واي زول حيجلس محافظ لبنك السودان مرغم اخاك لا بطله هو حيتعامل مع المؤسسات دي. ما عندك حل غير كده. لكن الناس بتتكلم عن شنو؟ عن شكل التعامل. لناخذ على سبيل المثال التجربه الفيتناميه. التجربه الفيتناميه انهم هم بعد ما وقفوا على رجليهم وعملوا النموذج الاقتصادي اللي هم مقتنعين به اندمجوا في المؤسسات الدوليه. يعني فيتنام موجوده، يعني طول عمرها موجوده في البنك والصندوق، ولكن بعد ما هم they did their homework، الهومورك بتاعهم الداخلي، دخلوا. الليله الصين من اكبر، يعني احنا شفنا مع بعض مثلا الازمه بتاعت دونالد ترامب لما اتهم منظمة الصحة العالمية بأنها كانت متواطئة في قصة الكوفيد مع الصين. ليه كان بيقول كده؟ لأنه الصين من أكبر الدافعين والدونرز في منظمة الصحة العالمية، بالتالي بقى عندها سي. ولكن هل الصين دي من يوم كانت كده؟ أبدا. الصين دي بعد ما they did their homework اندمجوا في الاقتصاد الدولي، والاندماج في الاقتصاد الدولي معناه التقني الاندماج في برامج البنك والصندوق، لانه دي الحكومه الاقتصاديه العالميه او دي المؤسسات الاقتصاديه العالميه. لما اقول انا دار اندمج كاقتصاد فيها بقصد اني انا اتماهى معاها. فبالتالي برضو الحديث العام اللي بيتداوله الناس عن انه ده ضد الصندوق وده مع الصندوق، ده معركه في غير ما معترك. لانه اي زول سواء بيحمل ايديولوجيه شيوعيه، بيحمل ايديولوجيه نيوليبراليه، بيحمل whatsoever، لو أخذ أي ديسك في أي دولة، في وزارة المالية بتاعتها، في الخزينة، في البنك المركزي، هو مجبر إنه يتعامل مع المؤسسات دي، وهي موجودة في حياتنا there is no way، لأنه هي مفروضة بسياسات قوية. فدي برضو نقطة مهمة إحنا لازم نفهمها عشان الناس في السودان بيميلوا لتلوين الناس. يعني إذا الشخص اعترض مثلا على سياسة موجودة في الروشيتا بيقول لك إنه الزول ده لأنه عنده background شيوعي. هذا الأمر غير صحيح. حتى لو جبتوا ليلة كارل ماركس نفسه وزير لمالية السودان حيتعامل مع البنك والصندوق. ولكن الذين يقولون يعني مش يعترضون لكن يجادلون، الديبات شيء طبيعي في الاقتصاد. في سياسات البنك او روشيتة الصندوق بيجادلوا بانه انت ما تمضي على الروشيتة ما لم تكون متاكد تماما انه الروشيتة دي في الاخر حتوصلك للاهداف المرجوه اللي هي استقرار الاقتصاد الكلي. يعني شو استقرار الاقتصاد الكلي؟ يعني معدلات نمو اكبر، يعني انخفاض التضخم، يعني انخفاض العجز في الميزانيه الحكوميه، يعني وظائف اكثر، يعني الانيمبلويمنت ريت تقل في البلد المعين، يعني جذب لرؤوس الاموال الخارجيه. دي الخمسه اشياء اللي الروشيتا المفروض انها هي تساعدك في المدى الزمني الطويل انك انت تحققها. اللي بيحصل انه احيانا بتكون في عيوب هيكليه زي قصه التعويم دي. الان الاقتصاديين المعترضين على التعويم في التوقيت ده بيفتكروا انه العيوب الهيكليه الموجوده في هيكل الصادرات عيوب عميقه، ولا والسعر الصرف هو جزء بسيط منها، وانه تعديله لوحده من غير معالجه اشكاليه الانتاج واشكاليه ضعف الانتاج وضعف الانتاجيه وعدم التنوع في الاقتصاد السياسي والصرف الحكومي الكبير والصرف على الامن والدفاع وعدم ولايه الماليه اصلا على المال العام والتشوه في المصدر الاساسي للنقد الاجنبي اللي هو سوق الذهب، بيفتكروا انه النتيجه الحتميه للتعويم انه الفجوه في المدى الزمني الطويل بين السوق الموازي والحقيقي ستتسع، وإن تقلصت في المدى الزمن القصير. ليه حتتقلص في المدى الزمن القصير؟ لأنه سعر الصرف حيعالج مشكلة المضاربة. يعني البورشن اللي حيعالجه سعر الصرف، تعويم سعر الصرف، هو قضية المضاربة. ولكن هل يتأثر الطلب على الدولار في السودان فقط بالمضاربة؟ طب ما الدولة هي أكبر مشتري للدولار، يعني الدولة هي أكبر مشتري للدولار، يعني فهل لأنها بتحتاج تشتري القمح وبتحتاج تشتري الأسلحة وبتحتاج تشتري حاجات ضرورية، الحاجات الأساسية، الوقود وغيره. فهي برضو ده سؤال، هل هي عندها عائد من النقد الأجنبي كافي لتغطية المسألة دي، ولا إنها هي حتستمر في زيادة الطلب على النقد الأجنبي؟ لأنه ده أكبر حجم بتاع الطلب. دي مشكلة أساسية وحاجة إحنا محتاجين نجاوب عليها. هل لدى الدولة مصادر كافية من النقد الأجنبي تخليها تستغنى تماما عن الطباعة
لانه البروسيسر قاعد تحصل شنو، انها هي بتطبع عشان تشتري دولار عشان تشتري المحروقات وتشتري القمح. فالسؤال هل لدى الدوله الان رؤيه واضحه على الاقل في المدى المتوسط انها نهائيا ما حتعتمد على الطباعه ولا حيكون عندها طلب كبير على الدولار في المدى الزمني الطويل؟ ده برضو سؤال. واذا كان هذا هو الامر من ايه من وين يعني؟ ما نحن قلنا انه هيكل الصادر ده وصادرات السودانيه في نفسها صادرات اسعار العالميه اصلا ماشيه في انخفاض، يعني فيها اشكاليه. ما احنا ما بنصدر حاجه سوفيستيكيتد. ليه؟ انت عشان تكون عندك صادر قوي لازم تكون دوله بتنتج موبايلات، بتنتج صناعات تحويليه، ماكينات معقده، زواكر بتاعه سيليكون، اشياء يعني الفيري سوفيستيكيتد. دي الحاجات اللي ممكن تخلي موقفك في الصادر يكون قوي، ولكن الصادرات الاوليه ما بتحقق لك المساله دي. فبالتالي سعر الصرف حتى وإن قبلناه كتعويم وتحرير الكامل علاج بفهم النظرية الكلاسيكية، يبقى مؤثر على مؤشر واحد في معادلة الصادر والوارد. يعني معادلة الصادر والوارد دي اللي هي متسببة لنا في الأزمة كلها، والأزمة كلها نابعة من إنه أنت الميزان التجاري بتاعك مختل، بالتالي ما عندك نقد أجنبي كافي، بالتالي السياسة النقدية بتاعتك ضعيفة، وعشان كده الحكومة كانت اضطرت لأنها هي تعمل سقف سعري، ولما عملته خلقت السوق الموازي. إذن الأزمة الحقيقية في الصادر والوارد، هل أنت الليلة المشكلة دي هتتحل حتى في العشر سنوات القادمة؟ That's the question، التحدي الأساسي. سعر الصرف قد يخلق، قد يخفي المضاربة دي، فيخلق نوع من يعني ما أعرف أقول الانخفاض الطفيف نتيجة توقف عمليات المضاربة، ولكنه لن يخلق توازن كامل في سوق العملة في المدى الزمني الطويل يعني. طيب ممتاز جدا، شكرا جزيلا بروف أونور، شكرا جزيلا دكتورة سبنا على الشرح لكل الموضوع والحيثيات. وطبعا كل الناس بيسألوا من ما هي الإجراءات تحديدا المطلوبة من بنك السودان من وزارة المالية، وفيما يخص الموضوع بتاع لماذا الآن؟ ليه بس الوقت ده حالياً؟ أنا جاتني هنت بأنه ممكن يكون الكلام ده متعلق بالـ S&P اللي هو الـ Staff Monitored Program، وأنه هنا ده فعلاً يعني بيضيف لي كلامك يا دكتور سبنا، أنه حتى الـ Approval ذاته بتاع الـ Program ده يعني كان في Virtual Meeting يوم 8 لـ 22 يونيو 2020، يعني شهر 6 الجاي بيتم سنة تقريباً بيكون. فعنده مصفوفه محدده في ماتريكس محدده، لازم الناس تميت في تايم محدد، المفروض يحصل اكشن محدد. فهل الكلام ده صحيح يا بروف اونور؟ انت لانك انت قريب يعني، انت اقرب زول لمركز اتخاذ القرار، وشايفك برضو كنت بتتكلم في اثناء المداخله بتاعتك في انه والله يا اخي حقه بنك السودان يعمل كده، وحقه وزاره الماليه يكون عندها كده، وفي اجراءات لازم تتعمل، ونحن بناخد قرار وبعد كده نجي نعالج الاثار السلبيه بتاعته. انت مستشار لرئيس الوزراء، هل ما كنت جزء من اتخاذ القرار ده؟ يعني اكثر زول احنا بنثق في صحه اقوال وكده، استاذ جامعي على الخرطوم وزول خبير اقتصادي ومستشار للحكومه، فيفترض انه يعني القرار ده تكون جزء منه، مش كده؟ ولا انت زيك زينا بتسمع بالكلام في السوشيال ميديا بروف؟ تفضل. ابدا بسؤالك الاخير. بالنسبه انا اول حاجه لست مستشارا في وزارة المالية أو رئيس الوزراء. في الفترة الأولى كنت بالفعل ضمن المستشارين الاقتصاديين للسيد رئيس الوزراء، ولكن يعني اختلفت معهم مبكرا يعني نسبة للمكون أو طريقة تكوين المجلس، ورأيت أن هنالك بعض الأشخاص الذين لديهم مصالح مرتبطة ب يعني السياسات التي نتوصل عليها في المجلس، والمهم حصلت بيني وبينهم اختلافات كثيرة، وأنا استقلت منهم منذ فترة مبكرة. من الأشياء طبعا رجوعا لل أنا حقيقة لم أتوقف عن ذلك، بل يعني قدمت كثير من المحاضرات والندوات في بنك السودان وفي جامعة وحتى مراكز البحوث، يعني لأدافع عن آرائي بخصوص السياسة الاقتصادية خاصة سعر الصرف المرن. حتى يعني لا أخفي لك سرا، إذا قلت لك أنه يعني عملت ورشة يعني في بنك السودان
خاصة بالآليات التطبيقية أو الجوانب التطبيقية لسعر الصرف، لسعر الصرف المرن المداخل. يعني السؤال هو أنه خلينا ناخذ القرار بتاع سعر الصرف المرن المداخل، الخطوات 1 2 3 4 بالأرقام. دي كانت الورشة التي قدمتها في بنك السودان، وأنا شخصيا مقتنع تماما أنه هذه السياسة الجديدة سوف يعني أكيد توصلنا لفترة بتاعت الاستقرار. أنا أتفق مع دكتورة سبنة، هنالك متطلبات. يعني صحيح أننا الآن لم نطرح هذا الرأي، لم نطرح تحريش سعر الصرف وتوقفنا، وهنالك يعني باكج بتاعت بوليسيز، والحكومة الآن سعية في أن تطبق هذه الباكجز، وبنعلم أنه في تحديات داخلية قبل أن تكون خارجية، تحديات داخلية قبل أن تكون خارجية. فدي كل الأشياء يعني we are aware of. فعشان كده أنا بتوقع أنه يعني في النهاية هنتغلب، لأنه سعر الصرف حقيقة أنت قلت أنه صح لا يكفي وحده، متفق معك لا وحده لا يكفي، لكنه هو بقى عامل أساسي. اليوم سعر الصرف أصبح الانفليشن أصبح مرتبط ب 92% بتغيرات سعر الصرف 92%. يعني كأنما إذا زاد الدولار 1% الانفليشن هيزيد ب 1%، أصلا مسألة مطابقة ما في شك. طيب أنت تعرف الانفليشن تأثيره على الريال اكشينج ريت. الريال اكشينج ريت بيقول أنه هو بيأثر على القطاع الإنتاجي وبيأثر على الصادر والوارد، فبالتالي هو أصبح يشكل الخارطة بتاعت الاقتصاد، التكوين بتاع الاقتصاد. عشان كده نحن بسبب سعر الصرف وتداعياته وآثاره على القطاع الإنتاجي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وبسبب تأثيره للأشياء دي من خلال التضخم ومن خلال الصادر والوارد والأشياء دي، أصبح الاقتصاد بتاعنا ذاته أصبح يعني بتتشكل حسب الهواء والمطالبات بتاعت المضاربين في السوق الأسود. فعشان كده أصبح الاقتصاد اقتصاد خدمي. يعني اليوم الليلة يعني مقارنة بعشر سنة الليلة يعني 80% من ناتج المال القومي عبارة عن قطاع خدمي، قطاع خدمي. يعني القطاع الزراعي تقلص، القطاع الصناعي تقريبا اختفى ما في وجود. ده كله عبارة عن تشوهات، يعني حصلت تشوهات للاقتصاد نتيجة لسوء إدارة الموارد المتوفره لدى بنك السودان ووزاره الماليه. يعني انا اتفق معك تماما انه ولايه وزاره الماليه للمال العام ده الاساس. ولايه وزاره الماليه للمال العام ده الاساس، اذا لم يتوفر هذا قطعا اننا لن نتوقف من طباعه النقود. لانه الان لما كانت الوزيره بتتحدث تقول انه في يعني عجز في الميزانيه بتاعت الدوله بهذا الحجم. طيب انا بفتكر انه العجز ده ما حقيقي. ليه؟ لانه الايرادات بتاعت الدوله نفسها ما دقيقه. يعني جزء كبير من ايرادات الدوله مجنب خارج وزاره الماليه، لانه في شركات ومؤسسات شغاله بطريقتها وبتصب في مصلحه جهات غير وزاره الماليه وغير الشعب السوداني. عرفت كيف؟ فبالتالي انت اذا ما قادر تحدد ايراداتك وما عارفها بالضبط شنو هي ايراداتك قدرها شنو، لا يمكن ان تتحدث عن غير دقيقة. وحتى حتى المصروفات في الموازنة، يعني كثير من الناس، يعني أنا عرفت منهم أن المصروفات ذاتها مضخمة، يعني مضخمة إذا جريت. فبالتالي يعني الموازنة ذاتها لأن لما نقول عند البنك المركزي يكون له رصيد من الموارد الأجنبية من الاحتياطات النقدية، يعني بيكون عنده قدر من التدخل، قدر من التدخل في الاستابلايزيشن بتاع الاكشينج ريت بدل من التضخم. والمساله دي لو استمرت لفتره يبدا التحسن بتاع الوضع بتاع الاحتياطات النقديه لدى البنك المركزي تبدا في تحسن، تستمر في تحسن. انا ما بقول انه هي هتحصل بكره ولا بعد بكره ولا كده، لكن جرادولي بيك اب بيك اب. كل ما كانت الفتره كل ما كان حصل امبروفمنت في الحته بتاعت الاحتياطات النقديه، البنك المركزي يكون عنده قدره انه يقدر يعني يدير السياسات النقديه، التضخم، سعر الصرف. حاجه واحده بس لو حصلت اننا ما عندنا مشكله، بس لو حصل استقرار في سعر الصرف، استقرار في سعر الصرف اي دونت مين استقرار في سعر الصرف انه سعر الصرف يكون ثابت، اي مين الفجوه
الفجوه بين سعر الصرف الرسمي والبلاك ماركت، لو بقت الفجوه دي ثابته وقدرنا نحتملها لفتره يعني معينه، ما بعرف how long is going to stay how long is going to be، لكن لو قدرنا نحتمل الفجوه دي نثبت الفجوه دي لفتره من الزمن، انا متاكد 100% انه السياسه دي هتكون عندها يعني تداعيات ايجابيه للوضع الاقتصادي، لانه البنك المركزي هيتمكن من اداره السياسه النقديه. فبالتالي كلامك صحيح انه ولايه وزاره الماليه للمال العام اتس فيري امبورتنت فيري كروشال، لكن في نفس الوقت فورشنتلي او تليو انه نحن الان عندنا باكج بتاع بوليسيز، بالمناسبه في بوليسيز ما زالت ستيل هاز نوت بين يعني اناونسد، لكن تلك اون تايم شفت كيف؟ فدي كلها اشياء it's coming on the on the on the يعني it's coming يعني in the very short future، فبالتالي ما حتكون في مشكله في الحته دي. طيب يا بروف ابراهيم، انا هنا ده دار نط في انه والله في بوليسيز ما ديكليرد ولا كده، الكوميونيكيشن اليس جزء مهم جدا من اداره المعركه دي؟ يعني الليله انت داير انا ده كمغترب، الحكومه بتكلم ما بتكلم عن شخصيا، داير انا كمغترب اقوم امشي احول القروش والمصاريف والبتاع وقروش البونه بتاعت البيت واللي هنا احولها بالبنك. انا شايف الدعم السريع عنده ما عارف كم منجم بتاع ذهب، وشايف انه في الميزانيه موجود وانا بدفع عليه ضرائب، انا ده ما موافق على انه يكون في حاجه اسمها دعم سريع اصلا، لكن السي دي موجود في الميزانيه ومخطوط، والميزانيه ذاتها اتشالت اتخطط بطريقه ظريفه عشان ما تظهر انه الدعم على القطاع الامني اكبر من كل القطاعات الثانيه، رغم انه الموضوع تنميه، الشرطه مخطوطه في قطاع خدمي بهناك ما مخطوطه مع المؤسسه بتاعت الجيش والدعم السريع. شنو اللي بيخليني انا ده اسف اذا كان ما في كوميونيكيشن؟ انا ده الاكسكيوتر في الحاله دي، انا الزول المطلوب مني امشي اخد الدولار في البنك، وفي زول ثاني مطلوب منه يخد الولايه بتاعت المال العام الذهب وغيره في خزينه الدوله، ما قاعد يعمل الكوميونيكيشن ليس جزء مهم جدا جدا من اداره المعركه دي؟ ليه يكون في حاجات كده؟ طيب هو طبعا الحاجه دي هسه الان اصبحت مشكله سياسيه، يعني هي مشكله سياسيه. انا بقول لك حتى نظام الحكم الان الطريقه اللي بيحكموا بها السودان غريبه، يعني انا بفهم انه يكون في نظام عسكري بيحكم يصنف نظام عسكري، وبيكون في نظام مدني يصنف نظام مدني. الان انا لا من في المدني ولا في العسكري، شفت كيف؟ فخليط بين المجموعتين ديل اللي بيتجاذبوا وبيتصارعوا الاثنين، فدي اشكاليه كبيره حقيقه. المشكله السياسيه يعني حقيقه هي يعني القت بزلاله للوضع الاقتصادي المتأزم. انا بفتكر الان ما يعني الوزير السيد رئيس الوزراء هو ذاته على قناعة انه الوضع لا يمكن يستمر بهذا الحال، لابد من انه يعني الشركات والمؤسسات التجارية التي تحت قيادة وإدارة الشق العسكري لابد ان ترجع للشق المدني، حتى لو بقت شركات مساهمة عامة. فالغريب لما نتكلم معهم في الحتة دي هم ذاتهم ما بيرفضوا، يعني ما بيرفضوا الحكايه دي، لكن when it comes to the implementation they resist. فعشان كده المساله انا في رايي يعني دايره حبه وقت، واذا السياسه الاخيره دي لو نجحت لو يعني اظهرت يعني قدر من الجوانب الايجابيه، انا متاكد العساكر ذاتهم هيقتنعوا وهيتنازلوا عن جزء كبير من الحاجات الان هم مسيطرين عليها، وده الامل يعني. انا ما ترسبنا ممكن تدي انبوت في الحته دي؟ طيب انا داير اقول اشياء محدده الطريقه اللي احنا بس مستنيين استاذ صلاح ادريس لانه عنده مداخله، وبعد كده بروفيسور الصادق. يا اخواننا اي زول عنده مداخله ولا سؤال يا ريت تكتبوه لنا في الشات، لانه الزمن محدود بتاعنا، احنا باقي لنا 15 دقيقه بالضبط. تفضل دكتور. انا حابدا من الحته بتاعت انه هو ذكر انه في باكج اوف بوليسيز، الباكج اوف بوليسيز ده مفترض انه يكون سابق لعمليه التعويم، يعني ما ممكن انت تتخذ القرار بطريقه فرمانيه ثم بعد ذلك تقوم انت تعمل الباكج، لانه الاصل انك انت داير السياسات الاقتصاديه دي فيري سنسيتيف، والبروفيسور عارف الكلام ده كويس، عارف انه احنا لما نضع سياسه اقتصاديه بنضعها بفيري سبيسيفيك اسامبشنز، يعني فرضيات محدده،
وبنفترض انه في غياب اي واحد اني ريلاكسيشن، احنا بنسميه ريلاكسيشن لاي واحد من الفرضيات دي، هو بيؤدي الى فشل السياسه. فبالتالي انت لما تيجي تضع اي سياسه بتكون considering everything. يعني مثلا في مصر الناس بيضربوا مثل بجمهوريه مصر العربيه في مساله التعويم بتاع الجنيه. قبل 6 أشهر مصر اتخذت كل التدابير، كان عندها الكوشن المطلوبة موجودة في البنك المركزي، كان عندها سياسات لتقليص السوق الموازي، كان عندها سياسات لتحفيز تحويلات المغتربين، وكان عندها سياسات لتحفيز عمل البنوك 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع، كل الأشياء. وما كان في كورونا، لأنه الآن الليلة أنت عشان تشغل ذات البنوك 24 ساعة ما بتقدر مع الاحترازات الصحية بروتوكولات الكوفيد-19. فهم قبل 7 أو 9 شهور جهزوا للعملية دي، عشان كده هي أدت لزيادة في التضخم طبعا في جمهورية مصر العربية برضو، لكن شنو كانت أندر كنترول. وأنا ما بقول إنه السياسة نجحت ولا فشلت، لأنه ده حياخد زمن عشان أنت تحكم عليها، لكن في النهاية كانت كنترولد. البروفيسور بيتكلم عن باكيجز، بيبقى السؤال انه ليه الان وليه فجاه؟ اذا كان هو وزير الماليه الاسبق كان بيتكلم عنها من بدري وعاوز يعملها، ما في ليه الناس اخرتها من في التوقيت، ولما نفذتها بالشكل المفاجئ ومن غير ما تتخذ التدابير او الباكيج اوف بوليسيز دي مقدما. فكونك انت اصلا ما اتخذت الباكيج اوف بوليسيز استباقا للسياسه، ده أكبر دليل على إنها هي قد لا تؤدي. أنا لا أتمنى ذلك طبعاً، أنا أتمنى إنه فعلاً التعويم ده بما إنه الحكومة أصلاً مشت فيه، إحنا الليلة عم نتكلم في إنه الحكومة حتمشي فيه ولا ما تمشي، بما إنه القرار اتخذ وابتدى تنفيذه، فأنا كمواطنة سودانية بتمنى إنه يعني سواء كنت ضده أو معاه بتمنى إنه ينجح ده يعني ويحقق الهدف اللي قاله البروفيسور، اللي هو يثبت الفجوة بين السوقين الموازي والرسمي أو الرسمي وغير رسمي، عشان تخف المعاناة على المواطنين السودانيين. هذا ما أتمناه، يعني إنها في الأخير تؤتي أكلها، لكن الواقع إنه أنت إذا ما عملت احترازاتك السياسية مقدماً، فأنت already بتقفز في الظلام، وأنت already بتكون خصمت جزء كبير جداً من قدرة هذه السياسة على النجاح. ده أول نقطة. الحاجة الثانية هو ذكر إنه العلاقة بين التضخم وسعر الصرف 92%، بمعنى انه اي ارتفاع في سعر الدولار بيزيد التضخم بنسبه 92%. انا احترم الدراسه اللي هو ممكن يكون اعتمد عليها في الموضوع ده، لكن يعني في رؤيه ثانيه انه الدوله برضه بتطبع النقود في العجز في الميزان في الميزانيه بتاعت الدوله لعب دور كبير برضه في العمليه بتاعه التضخم. فالتضخم برضه معادله كبيره، يعني التضخم ده لو برضه جيت ادرسه الموديل بتاعه كبير وكان انكوربريت كميه كبيره جدا جدا من الفاريبلز، برضو اجين سعر الصرف هو مجرد جزء منها. وافتكر انه 92% ده، انا ما اطلعت على الدراسه اللي هم عملوها دي، لكن 92% بالنسبه لي رقم او كوفيشنت من الصعب اني انا اقبله كاقتصاديه، يعني روباستنس او درجه الساوندنس اوف ذيس ستدي اللي بتقول انه العلاقه بين سعر الصرف والتضخم 92%. انا افتكر انه دي دراسه الهدف منها الترويج لقصه التعويم، اللي هو تضخيم دور سعر الصرف، تضخيم دور سعر الصرف في الاقتصاد، في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية. في حين أنه أفتكر أنه طباعة الدولة للنقود أيضاً تلعب دور كبير، أو أنا ما حسميها الطباعة، لأنه أنا برضو ما بعتبر الطباعة هي السبب الأساسي، ولكن بعتبر أنه العجز في الميزان الحكومي. وليه العجز ده؟ لأنه الدولة طيلة فترة إنتاج النفط كانت لما عشية انفصال جنوب السودان 98% من إيرادات الدولة كانت من النفط فقط، الميزانية. أنا مش بتكلم عن الصادر، عائدات الصادر كانت بتشكل العائدات البترولية كانت بتشكل 92% من الصادر، لكن ميزانية الدولة كانت بتشكل 98% منها إيرادات نفطية. ليه؟ لأن الدولة ما عندها محفز سياسي يرغب في إنها تزيد الضرائب. الدولة مع الضرائب السودانية هي مما وضعت أيام الحكم التركي جبائية، جبائية، مش الهدف منها إنه الدولة يكون عندها إيرادات مربوطة بالإنتاج الحقيقي
وتدعم التحول الديمقراطي، لانه الضرائب بتتاخد عاده من الطبقه المتوسطه، والطبقه المتوسطه حصل لها دريننج اوفر تايم، لانه التعاقب الحكومات الشموليه والديكتاتوريه دائما بتحاول تربط نفسها بمورد مالي تمول نفسها بعيدا عن المواطنين، لانه كل ما انت مولت نفسك بالاعتماد على الضرائب كل ما الثقل السياسي للطبقه المتوسطه وللمواطنين زاد، وكل ما ضغط المواطن على الحكومه زاد، وده شيء غير مرغوب فيه كان، لا في حكم الانغاز ولا في حكم نميري ولا عبود. اما فتره الديمقراطيات فهي فترات لا تذكر يعني، عشان احنا نقدر ذاته نقيمها لانها كانت قصيره جدا، لكن احنا 50 سنه حكم ديكتاتوري لم يكن لديه الرغبه السياسيه الكافيه في انه يعتمد على الضرائب عشان ما يجوا الناس يكونوا هم يعني الشعب السوداني ما يمول الحكومه، الحكومه تمول نفسها من القطن زي ما كان الانجليز برضو بيمولوا نفسهم من القطن، ليه؟ لانهم ما دايرين انه يمولوا نفسهم بقروش من المواطنين السودانيين. وبعد كده حكومه الانقاذ مولت نفسها من النفط، فبالتالي كانت مستغنيه تماما عنك، انت تهاجر، انت يقتلوك، دازنت ماتر، لانه انت ما ولا شيء بالنسبه للحكومه يعني. الان القصه دي مستمره في الذهب. الان الحكومه او الناس احنا ما عندنا حكومه طبعا زي ما قال البروفيسور واضحه الان عسكريه ولا غيره، لكن من يسيطرون على الامر في اضابير الحكومه السودانيه يمولون نفسهم من الذهب. هم تقاسموا الريع بتاع الذهب ده، وهم ديل اللي عندهم الكتله النقديه الجنيه السوداني الاكثر من الحكومه من الجهاز المصرفي السوداني، وهم ديل اللي عندهم الذهب واللي عندهم بالتالي الدولار، لانه الذهب بيعني الدولار، لانه ما في دولار، ما في دولار حقيقي في السودان مصدره غير الذهب، ما في دولار حقيقي في السودان مصدره غير الذهب. بعد كده الحبوب الزيتيه و25% من صادرات السودان طبعا هي اللحوم الحيه والاشياء دي بتشكل 25% اللي هي المكون الثاني من صادرات السودان، ودي ما حاجه كبيره جدا جدا. وبرضه القاعدين في السلطه، الموجودين في السلطه برضه مسيطرين على القطاعين ديل، الذهب والماشيه، وكلنا نعلم ذلك، نعلم من اللي اشترى البنك الثروه الحيوانيه، ونعلم انه الموجودين في السلطه النظام بتاع دوله المصالح ده انه النفوذ المال والسلطه مع بعض، يعني انه انا اكون مالك، انا صانع السياسات الاقتصاديه وانا البيزنس مان، انا صانع السياسه لاني انا عندي منصب في الحكومه وانا البيزنس مان، هو ده اللي بيفشل اي سياسه، سواء كانت السياسه دي بعد كده تابعه للنيوليبراليه او تابعه للاشتراكيه حتفشل. والنظام الشيوعي في روسيا او في الاتحاد السوفيتي ما فشل عشان النظريه الماركسيه فاشله، احنا لما درسنا النظريه الماركسيه في الجامعات النظريه فيري ساوند فيري جود، لكن المشروع السياسي للنظريه الماركسيه هو الذي فشل، لانه برضو كانوا من يملكون الثروه يملكون السلطه، هي دي المعادله الغلط، الكونفليكت اوف انترست. الليله انت بتلقى انه في حكومه السودان النائب بتاع رئيس مجلس السياده هو بيج بزنس مان، ايوه الفريق دقلو ده هو يعني بيج بزنس مان، وات ذا سيم تايم هو موجود في قمه هرم السلطه، فكيف سوف نتخذ سياسات تكون رئيس اللجنه الاقتصاديه بالضبط كده يعني من الحاجات الغريبه. يعني الناس كانت بتستهجن في الفتره بتاعت الانغاز والعهد البايد، تستهجن لو في اي مسؤول ظهرت عليه يعني انه مثلا طلع مثلا البشير لو كان بالمخلوع بيمشي لنزايد يحضر الفورمولا 1 وصوره له وهو مع بن زايد ما عارف خاطي له يده كده في ركبته الى اخره، تفاصيل شكلها صغير لكن بتنبي بالكثير، بتوري حاجات كثيره بالضبط كده. ايوه هاي السنه لما تلقى حمتي يقول لك والله ماشي عنده رحله بتاعت عمل في اثيوبيا، عمل خاص بالضبط كده، عنده رحله بتاعت شوبينج في ايطاليا، نفس الزول ده رئيس اللجنه الاقتصاديه بتاعت البلد الاقتصاد منهار، نفس الزهد هو يعني قصه ما مفهومه. ممكن الماليه يكون عندها ولايه على المال العام والنموذج، انا دار اقول انه في نموذج اقتصادي سوداني، وهذا ما يحاول كثير من الاقتصاديين القريبين، يعني الحاجه دي انا ما بدعي اني انا بعرفها والناس ما بيعرفوها، الناس عارفه، الاقتصاديين كلهم عارفين انه في نموذج بتاع دوله بتاعت مصالح متجذره موجود، اللي هي دوله تقوم على الريع. الدولة اللي بتقوم على الريع دي ونمبر 1 ما من مصلحتها انه الضرائب تزيد، بالتالي العجز الحكومي حيستمر، لما يستمر العجز الحكومي التمويل بالعجز حيستمر، لما يستمر التمويل بالعجز يستمر التضخم، لما يستمر التضخم بيأثر على الانتاج والانتاجية، بالتالي الصادر بتاعك بيكون دائما ضعيف لانه انتاجك ضعيف، ولما انتاجك يكون ضعيف ما في مدخول من من
ما في مدخول طبعا لعمله اجنبيه، بالتالي سعر الصرف بتاعك بيكون دايما ماشي، سعر صرف الجنيه يعني قيمه الجنيه بتاعك بتكون ماشيه منخفضه. المساله بتاعت طيب في معالجه حاجة سعر مهمة الصرف، برضو لازم نذكرها هنا، يعني نسأل منها، في حالة اقتصادية زي بتاعت السودان دي، هل من مصلحة السودان انه يكون داخل في حروب يعني مع دول الجوار؟ اذا كان مثلا دائما نمشي ندور قصة حلايب ولا الاونجوينج هي يعني الحروب، كونفليكت الحروب فيه. ما ده يعني ده ما موضوعنا هسي، لكن الحروب ان جنرال اي لو بس حاجه انا قصدي بتحصل. اربط الامور مع بعض، مهم جدا نعاين الامور دي ايوه برسبكتيف اقتصادي يعني. لكن انا هجاوبك بعد ما اخلص بس من تعليقي على كلام البروفيسور. فبالتالي انا الرقم بتاع 92% بعتبر انه الدراسه دي محاوله لتضخيم دور سعر الصرف في القصه وتصويره على انه لو حلينا مشكله سعر الصرف دي بالتعويم خلاص مشاكل الاقتصاد هتتحل. هذا ما اعتقده انا في رقم 92%. الحاجه الثانيه بالنسبه للقطاع الخدمي، انه هو اصبح هو الكبير اكبر جزء، دي تشوه هيكلي موجود في الاقتصاد السوداني فاقم النفط من زمان. القطاع الخدمي في عهد الانجليز كان القطاع الخدمي اكبر واحد، الناس يفتكروا انه عهد الانجليز كان من العهود الفيري بريليانت في الاقتصاد السوداني، لكن الداتا لا تقول غير ذلك. يعني فتره الانجليز كان اصلا القطاع الزراعي فيها اقل من القطاع الخدمي. بعد كده من 1960 لغايه الثمانينات تقريبا كان القطاع الزراعي شهد يعني تطور كبير واصبح هو البارتيسيبانت الاكبر يعني. ثم بعد ذلك طبعا مدفوعا بالحبوب الزيتيه ومدفوعا باستمراريه القطن. لما جاء النفط انتهى طبعا من القطاع الزراعي تماما، و بعد فابتدى يتضخم القطاع الخدمي. وانا ذكرت في كثير من المداخلات بتاعتي انه المزارع في الجزيره كان بيخلي العربيه بيبيع الحواشه او بتعطى الارض اللي عنده، وبيجي الخرطوم يركب ركشه او يركب حاجه لانه داير ياخذ من الريع. والحكايه دي مستمره لانه استبدلنا نحن نظامنا الاقتصادي الان استبدل النفط بالذهب، فنحن النموذج بتاع النفط، النموذج الاقتصادي النفطي ما زال مستمرا في السودان، احنا فقط استبدلنا النفط بالذهب. فالعيوب الهيكليه اتوقع انها حتستمر، وانه القطاع الخدمي ده ما حيتعالج بانك انت تعالج سعر الصرف. يعني ما حيحصل تقليص، انما سيتزايد القطاع الخدمي لانه الريع، لانه الاقتصاد ما زال يعتمد على الريع بتاع الذهب، فقط هو استبدل ريع النفط بريع الذهب. فطالما استمر بقى انه الريع مستمر في الاقتصاد، وطالما الاقتصاد لسه مستمر بيعتمد على صناعه اكستراكتيف، عالجت سعر الصرف او ما عالجت، عومته، القطاع الخدمي انا شخصيا متوقع انه سيستمر في التمدد وما حيتقلص ولن يتفوق عليه القطاع الزراعي قريبا، يعني ما لم تحصل سياسات ايضا تستهدف جانب العرض، لأن السياسات الآن دي كلها بتستهدف جانب الطلب، كلام عن الدعم والكلام عن سعر الصرف ده كله في جانب الطلب، ولكن هناك إشكالية حقيقية في سياسات جانب العرض، ما في أي رؤية أو سياسة اقتصادية واضحة بالنسبة لها لتحفيز الإنتاج في السودان يعني. فما لم تحصل الحاجة دي يكون في باكج، وأنا من هنا بسأله برضه لأنه قريب، هل هنالك سياسات الليلة واضحة لأنك أنت تزيد الانتاج بتاعك او تستهدف جانب العرض؟ سياسات جانب العرض والبروفيسور بيعرفها، انك انت الليبر ماركت بتاعك، الاحتكارات، وعارفين انه احنا في كبار المستثمرين في السودان المحتكرين اشياء معينه، عارفين ان احنا مثلا القمح محتكر. ماذا فعلت الحكومه خلال مثلا الفتره اللي فاتت دي كلها لان هي تفكك الاحتكارات دي؟ يعني المستثمرين الكبار مثلا الليله الوزير برضو بتاع الصناعة نفسه هو من الناس المعروفين إنهم كانوا في من المحددين لأسعار الصرف يعني. ليه؟ لأنه هو محتكر الصناعة بتاعة السيخ وهكذا. فالصناعات ذات الأساسية في البلد أو جانب العرض في البلد ذاته يعني فيها تشوهات. فلماذا استهداف التشوهات في جانب الطلب؟ استهداف التشوهات في جانب الطلب لأنه ده بيخلي المواطن السوداني العادي، الشخص العادي، هو الذي يدفع ثمن السياسة الاقتصادية. هي كده، أي سياسة اقتصادية فيها رابحين وخاسرين، فيها كسبانين وفيها دافعي ثمن. فالسياسة بتاعت التعويم ورفع الدعم هي قرار سياسي ضمني، إن من عليه دفع فاتورة تشوهات الاقتصاد السوداني وضعفه هو المواطن السوداني وليس المحتكرين وأصحاب دولة المصالح المتجذرة الموجودين في قمة هرم السلطة، وفي نفس الوقت هم كبار اللاعبين في السوق. فانا دي رؤيتي للموضوع يعني. وتضخيم سعر الصرف وتضخيم برضه قصه الدعم ده الهدف الاساسي منها، خلق تصور سياسي
انه من عليه دفع الثمن ومن يتحمل جريره التدهور الاقتصادي هو المواطن، لانه الدوله بتدعمه ولانه الدوله مثبته له سعر الصرف، وبالتالي لابد ان نزيل هذه التشوهات. اوكي زيله، لكن برضه في تشوهات في جانب العرض انت لازم تزيله برضه، لانه في كبار مستثمرين في البلد دي محتكرين تجاره الذهب ومحتكرين تجاره اي حاجه، ما في اي سوق اي حاجه. الحبوب الزيتيه كلنا نعلم انه المشترين والبائعين محددين في السودان، معروف انه السمسم ده بيشتروه ناس معينين وهم في الواطح يعني قبل ما يقوم، معروف اي حاجه فيها اي ماذا فعل. مثلا نمشي لشركات الاتصالات، اين التنافسيه في شركات في قطاع الاتصالات وارباحها؟ فدي كلها برضو سياسات جانب بتاع عرض لازم انت كان تستصحبها في السياسات اللي ذكرتها يا بروفيسور، قبال ما الناس تمشي في اتجاه رفع الدعم وقبال ما تمشي في سعر الصرف والاشياء دي، لانه ما لم تعمل الاشياء دي السياسات دي ذاتها هي نفسها ما حتنجح، يعني ما حتنجح بالقطع يعني. وشكرا. ده اللي هو الويرست كيس سيناريو، ده اللي كنت حصلت منه برضو بروف ابراهيم. لو في اي مداخله طيب معلش انا اديني اديني فرصه طوالي تفضل. طيب هي ركزت قالت انه يعني علاقه بين سعر الصرف، ده اوضح لها اول حاجه، وفي جراف وفي ريال داتا، انا في الدراسه اللي عملتها دي في ريال داتا اتس نوت ديسبيوتابل ات اول، في علاقه وثيقه جدا جدا بسعر السوق الاسود. سعر يا بروف ممكن تعمل شير سكرين لو حبيت، أنا بذكر كان في جرافس. الكلام اللي بقوله ده ما موجود في السكرين، خلينا اوكي تمام بس رد لكلامها هي. الدراسه هي موجوده وفي علاقه وثيقه جدا جدا بين سعر الصرف السوق الاسود والنمو الكتله النقديه، ونمو الكتله النقديه at the same time في علاقه وثيقه جدا بين نمو الكتله النقديه و سعر الصرف السوق الموازي. فمن هذا المنطلق نحن اصلا ما بناخذ سعر الصرف الموازي كشيء سيبريت من نمو الكتله النقديه. يعني انت هسه لو عملت بلوت لنمو الكتله النقديه والسعر الموازي هتلقاهم اولموست ايدنتيكال. يعني من 2011 معلومات يعني تقريبا شهريه، من 2011 حتى نهاية 2020 أنا عملت بلوتينج للحاجة دي عشان اتبع العلاقة دي. الغريب في الأمر أنه وجدت أنه العلاقة دي قلمص متطابقة لحتى شهر 9 2020، يعني من 2011 لحد شهر 9 سوري 2019 لما جاء شهر 12 2019 العلاقه دي انفصلت. يعني بمعنى شنو؟ بمعنى انه النمو الكتله النقديه اصبح سعر الصرف البلاك ماركت اصبح يعني اصبح ما مرتبط بنمو الكتله النقديه. يعني طيله الفتره من 2011 لحد شهر 9 2019 كان مرتبط ارتباط وثيق. لما جاء الفتره بتاعت 2020 انفصل تماما. معناته شنو؟ معناته انه في علاقه وثيقه هي، لكن في الفتره الاخيره المؤثرات بتاعت السوق الموازي اصبحت مؤثرات خارج الكتله النقديه غير الكتله النقديه. معناتها دي ما مؤثرات حقيقيه برضه، لانه ما في شيء سبستنشال في البرودكشن سيكتور ولا في الاندستريال سيكتور، اولموست هو يعني متراجع طوالي، فما في شيء حصل. لكن لابد من انه تكون هنالك يعني عوامل خارج الفندمنتالز. لو اخذنا لنا الفندمنتالز هي الماني جروس بتاعت الماني جروس، يعني معناتها في عوامل بدأت تقود سعر السوق الموازي خارج العوامل الرئيسيه. لو قلنا العوامل الرئيسيه هي الماني سبلاي كويس، ودي انا اتوقع انها هي تكون عوامل بتاعت يعني مضاربات على غيره وغيره وغيره. ففي ناس طبعا قالوا انه خروج الحكومة في الفترة دي هي زامنت حقيقة خروج بنك السودان من شراء الذهب. خروج بنك السودان في الفترة دي ذاتها من ذلك الماني سبلاي بقى منفصل من السعر الموازي. بنك السودان خرج من الشراء من شراء الذهب. فبالتالي الفترة دي أصبحت جهات أخرى تشتري الذهب، وأصبحت عندها اليد
المؤثره على الايرادات بتاعت الذهب. ما الدوله يعني الدوله ذاتها طلعت من الذهب اصبحت سطوه من جهات اخرى. كويس. فالعلاقه بين السعر الموازي والسعر الصرف علاقه هي عبر الماني سبلاي، لانه السعر الموازي له علاقه وثيقه زي ما قلت لك ثرو الماني سبلاي اولموست ايدنتيكال الا في الفتره اللي ذكرت عليك. فعشان كده هو نحن وي ار نوت ما عندنا اي مصلحه انه يعني نقول انه سعر الصرف هو يعني حاجه مهمه. هو مهم في الوضع الراهن حقيقه، هو اللي بيقود الاقتصاد. يعني صحيح انت الحاجات اللي ذكرتيها دي ان ذا ميديوم اند ذا لونج تيرم، لكن انا وي ار فيسينج حاليا كرايسيس. هاو كان وي ديل وذ ذيس كرايسيس؟ ذاتس ذا سيتويشن. وات يو هاف سوت او الشيء اللي تكلمت عنه انت في هنا هي السياسات في المدى البعيد، في المدى المتوسط ربما في خلال الخمس سنة أربع سنوات كده، لكن at this point of time الحالة دي نحن محتاجين أنه نصل مرحلة الاستقرار. الاستقرار بالمفهوم الضيق اللي هو استقرار سعر الصرف والتضخم، ما بعني ما بتكلم عن الامبلويمنت والمسألة بتاعت الريال جروس ريت، ولا بتكلم عن الأشياء الخمسة المذكورة، لكن بتكلم عن الاستقرار في إطار الضيق اللي هو سعر الصرف والتضخم. أنا أتفق معك أنه مفروض الدولة هي تسيطر على المسألة بتاعت طباعة النقود، ودي أنا ذاتنا دي برضو هي من السياسات الآن الماشية في الاتجاه. إذا كان وزارة المالية قدرت تحقق قدر بقدر أن هي يعني تكون عندها ولاية قدر من الولاية على المال العام باتفاق مع الجهات العسكرية المشاركة في الحكم، أنا بفتكر أنه يعني حتى الطباعة بتاعت النقود يعني تكون مقدور عليها، لأنه الشيء الان اللي بيخلي الدوله تطبع نقود هي المساله بتاعت الشراكه الغريبه المختلفه، لانه في جهات الان هي خارج اطار المحاصره، حساباتها مختلفه، مصالحها مختلفه من مصلحه المواطن. فدي لو طبت انا افتكر ما بتكون في مشكله. وانا افتكر دي خطوه الان يعني الناس منتبه لها، والشق الحكومه المدنيه منتبه للحاجه دي وماشي في اتجاه الحل في القريب العاجل. ممتاز. طيب احنا ناخذ مداخله من الاستاذ المصرفي صلاح ادريس، وبعدها المداخله الاخيره من البروفيسور الصادق. انا في الوقت ده يا ريت يا بروفيسور ابراهيم والدكتوره سبنا تشوفوا الشات، هنا فيه اسئله كثيره جدا طرحت، كل واحد يعني يشوف الحاجه، لان في حاجات جاوبتها ضمنيا لكن في حاجات محتاجه يعني تغطيه. طيب استاذ صلاح ادريس تفضل. استاذ صلاح ادريس، طيب لو ما موجود بروفيسور صادق تفضل. لو معك موجود. طيب تفضل يا استاذ صلاح. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الفرصه، وانا ما حاخذ كثير، انما في نقاط بس بسيطه واحد يضيفها من الكلام السر الجميل الغني اللي اتقال لحد الآن. أنا حابب أركز على مخاوف كده الناس عند الناس، يعني من ناحية إيه؟ من ناحية إنه هل مساواة السعر الصرف الموازي الرسمي بالموازي هيصمد أمام المحاولات والملاواة اللي هتحصل من قبل الملاواة المضادة من قبل المستفيدين كان من الوضع ده أو من تجار العملة؟ فأنا أقول كان يا حبذا لو كان الباكيج كلها القرارات كلها وضعت في سياقها الصحيح المترابط مع بعضه. وأنا في مداخلات عدة سابقة كنت مصر جدا إنه لازم أن تكون متلازمة، القرار ده يكون متلازم مع باكيجز حقت حوافز تحفيز للمغتربين تحديدا، لأنه في الوضع الموجود الآن هو the lowest hanging fruit إنك تجيب التحويلات حقة المغتربين. الساعد في القرار ده وخلاه هو الوحيد الموجود الآن وبسرعة هو رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. فبقى بعد كده المحك وين؟ المحك في إنه بسرعة لازم يجي مصدر وسريع ورخيء يعني متدني التكلفة من ناحية يعني ما إلا نأخذ قروض وكذا يعني.
فالمهم في الأمر عشان يكون المصدر ده بالسرعة المطلوبة فلا بد من ربطه بحوافز سيادية استلافاً أو مجازاً لو حبيته سيادية لأنه مرتبطة بالحكومة. ما يستطيع التاجر العملة البري يوفر للمغترب يعني عشان immediately تعمل mitigation للريسك حق إنه أوكي يا الحكومة ولا البنك المركزي أنت سويت السعر الرسمي بالسعر اللي كان في يوم إعلان القرار ده فنحن بكرة بنرفع الأسعار حقتنا. لا عشان ده ما يحصل لابد أن يكون في اليد الثانية مع مساواة السعرين. لكن يا المغترب إذا أنت التزمت بالتحويل وسستينابلي فأنت هتكون بتميز نفسك وتستكسب شيء ثاني اللي هو الحوافز الفلانية عشان ما نذكر ذكرناها كثير جدا اللي من حكاية إعفاء سيارات ومن حكاية إعفاء جمركي وأكثر شيء نربطه بالتقنية المالية في الزمن في العصر ده إنك في نظام اسمه نظام points accumulation system whereby the points دي can be redeemed في خدمات تابعة للحكومة لكن كل بوينت لها وزن معين من مادي كان بي كليمد باي الجهه مقدمه الخدمه سواء كان في منافذ الجمارك لما يجيب سياره ولا في منافذ في الجامعات الحكوميه او في المستشفيات نظام التامين الصحي مدارس اي شيء ممكن كان البوينتس دي كان بي ريديمد ات. فده بيخلي immediately المغترب بعد كده يكون ما في قدامه عذر يعني إنك زمان كنت بتقول الفرق بين السماء والأرض بين السعرين الآن بقى متساويين. طيب keep that on لكن لما يغروه الجماعة هناك بزيادة السعر لا تقول لا كما عندك حاجة فايدة ثانية من هنا ده من ناحية إنك تحفزه. أول شيء الثاني اللي كنت توقعته فعلا فعلا وتمنيته إنه كان يكون في حملة رصينة من كل القنوات الاتصال والتلفزيون وكل الأشياء دي تحمس السودانيين وبالذات السودانيين المغتربين اللي برا إنكم جات حوبتكم انتوا ذا الوقت الآن وزمان السودان الآن ما محتاج لإنك تتبرع وجنيه المعارف الدعم البنك المركزي ودولار المعارف وواحد يقترح $100 ويحولوها كم الآن فقط حول أمك لأخوك لأبوك للمقاول اللي بيملك في البيت لجامعة ولدك كده حول دولارات ولا ريالات ولا دراهم وخليهم يستلموا هناك القيمة حقت الحالية الآن في السوق فقط. فأنت ما عندك بعد كده عذر. ففي هذه الحالة بيكون في أثرين immediately متلازمين. واحد فيهم المغتربين حيحسوا بإيه بأنه أنا وطني وأنا حستجيب للدعوات دي وأنه لازم أكون عند حسن ظن بلدي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين فهتخليه يتحمس لأنه يحول عن طريق النظام المصرفي. في نفس اللحظة التجار العملة حيكون عندهم حصائل عندهم هولدينز كبيرة جدا من العملات الأجنبية دي موجودة تحت أيديهم وتصرفهم. فلما هو يشوف أن الموضوع ده جادي وأنه المغتربين ده بعد كده تاني ما حيجوني ولا حيعملوا كده والسعر لا زال عالي ومتوقع انه بعدين بعد لما البنك المركزي يعمل accumulation لارصده كافيه او لها وزن يعني وبعدها بيبدا ممكن السعر حق الموازي نفسه ينزل. ليه؟ لانه بعد كده بتاخذ العمله السودانيه تاخذ شيء من الواقعيه حقتها بالتدريج. فدول بيلحقوا الاثر ده بيكون اثر نفسي في انه خليني انا الهولدنجز حقتي اللي بنيتها من زمان دي بالإف ولا عفوا مش بالإف سوري الكلمة ما مناسبة أخذها باك لكن فإني كنت بشتري بأسعار عالية فلو خليت الدولارات دي يعني لسه هأخسران لأنه اشتريتها بسعر عالي. فبيلحق هو كمان بيكون عامل من عوامل تانية إيه إنه زيادة حصيلة البنك المركزي من العملات الأجنبية لأنه هيمشي هو للبنوك وهيحول الدولارات اللي عنده كأنه مغترب أو كأنه أي شخص من برا وتبقى الحصيلة تسارعية تسارع فيها ويتسابق المغتربين على زايد التجار العملة نفسهم في أنه يتخلصوا من الدولارات اللي عندهم ويشتروا عملة سودانية بنفس بالقيمة المجدية الآن يعني الموجودة. فبعدين في حاجة ثانية يرجى أنه برضو ناس يكون بالحصافة اللي يعرفوا فيها أنه تجار العملة ديل يعني للحكيم للشخص الحكيم خلينا العاطفة حقت إنه دول ينظر لهم دائما إنهم حرامية وإنهم
قد يكون فيهم حرامية، قد يكون فيهم ناس مخدنها كضغط سياسي، قد يكون، لكن خلينا ننظر نظرة فاحصة ونظرة حكيمة جدا، ويعني اللي هي في لحظة من اللحظات في مرحلة من مرحلات تاريخ السودان ده، لو لا كان في ناس قاعدين برا بيشيلوا العمل التحويل حقت طبعا تحت الحصار الاقتصادي، وكان ما في أي مجال لأنه بنك السوداني يكون عنده حصيلة عملة أجنبية يمول فيها أو يديها للمستوردين اللي في السودان قاعدين جوا، فبقى الناس التجار عملة البرة ديل هم كانوا وله وبيعيشوا مخاطر كبيرة في البلاد اللي هم قاعدين فيها، لأنه الكلام ده ممنوع جدا ويدخل يندرج تحت تسمية أو تصنيف غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو كده، لكن كانوا بياخذوا العملة الصعبة بيشتروا بها بضايع من أي نوع كان من الماشينريز ومنتجات الإنتاج ومدخلات الإنتاج ليلى البضايع الرفاهية اللي هي يعني ما منصح بأنه حتى يستعمل العملة الصعبة دي فيها، لكن هم التجار كانوا. ففي لحظة من في فترة من الفترات كان السودان كله عايش على البضايع اللي بتجي عن طريق هذا الطريق، ففي هذه الناحية ينظر لهم يعني يعني صح أو خطأ كان لهم دور مهم جدا جدا في إنه كان البلد الناس عايشين. بنفس الدور اللي بقدر أقول لكم يا جماعة الخير برضو عشان ما نظلم المغتربين، المغترب ده كان لما يكون كان السعر الدولار 55 جنيه وكان السعر برا بالمبالغ اللي كلنا عارفين المهولة دي، وهناك عنده حبوبة وأم وأخو مقاول معزين منه فلوس، فكانوا لابد إنه عشان يمشي الحياة. ففي فترة من الفترات كمان كان a great deal of السودانيين اللي قاعدين عايشين بالداخل كانوا were subsidized by السودانيين اللي قاعدين برا، فبقت الأمور كده يعني صعب جدا جدا إنك تدين كل ما كان حاصل زمان ولا إنك تمدحه. ويعني قيد الله سبحانه وتعالى إنه الظرف المهيمن العقوبات الاقتصادية والحكومة اللي ما كانت حصيفة ولا كانت حكيمة وكانت ظالمة وكذا كله انقشع. فالآن أنا شخصيا يعني أنا متفائل تفاؤل كبير جدا 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 إنه إذا الأسعار دي ظلت 30 يوم وأكثر شوية بعد كده لن ترجع الأمور كما كانت، وحينعدل الحال في إنه على الأقل حيتثبت السعر، وبعدين السعر الحقيقي حيبدأ يعني يفرض نفسه من واقع الحياة ومن واقع الممارسات واستعمال البنك المركزي لهذه الأموال. وأمن هنا قبل ما أنهي مداخلتي دي، أمن هنا على أنه لو في شيء يجب أن يتفق عليه السودانيين قاطبة هو أن تعود هيمنة وزارة المالية على كافة الريفينيوز حقة وزارة المالية. أنا اليوم كنت في اجتماع مهم جدا جدا كان فيه شق خاص ب هيمنة أو الجوفرمنت ريفينيوز، جوفرمنت ريفينيوز في المملكة العربية السعودية. هنا كنا بنناقش في موضوع جوفرمنت ريفينيوز كلها تصير بأساليب في غاية التحكمية، يعني لازم تكون كنترول بالأساليب الإلكترونية والأشياء دي. فبعد ذاك لما وزارة المالية تهيمن على كافة الجوفرمنت ريفينيوز يجي يصطف قدامها وزارة كافة الوزارات عشان ياخذوا ميزانيتهم، و الميزانيته سرية يتناقش معاه والحكاية دي بسرية ودون تفاصيل، الميزانيته لا معلنة يتناقش معاه في وضع البادجت لها ويصرفها في السنة المقبلة بعد إجازة الميزانيات من البرلمان وكذا. فأشكركم جدا شكرا جزيلا أستاذ صلاح الدريس ما قاله الخبيرين قبلي، شكرا يعني ربنا يوفق الناس جميعا. شكرا. طيب السؤال ده وصل داير الناس برضو تفكر فيه، لو عندكم إجابة له إن شاء الله تدون له قبل ما بروفيسور صادق يخش. هل عندنا احتياطيات كافية للتدخل يعني في مسألة البلس ماينس 5%؟ ده سؤال مهم جدا. هل في احتياطيات؟ يعني إحنا فترنا من الرومرز يعني في السودان، في والله قالوا في مليار ما أعرف جيش، في 10 بواخر واقفة في ميناء بورت السودان إلى آخره،
بتخلي الاكسبكتيشنز تحت المواطنين انه والله امورنا هتبقى كويس، بينما هم في الواقع يعني بيكون المواطن مطحون ما بين امال كبيره في انه هيعيش حياه كويسه وما بين واقع سيء جدا مضغوط. فالسؤال ده يا ريت يا بروف ابراهيم تكون خاطب بالك. نرحب بالبروفيسور الصادق الملهم بتاع منتدى الاقتصاد الباحثين السوداني، تفضل يا بروف. شكرا دكتور انور، شكرا بروف انور، دكتور سبنا، استاذ صالح ادريس، شكرا لكل الحضور الكرام. الموضوع طبعا شيق جدا وزي سجون، يعني انا بس بحاول اتكلم في الاشياء ما غطاها الاخوه المتحدثين والاخوات والاخت والاخوين. يعني يا جماعه سعر الصرف ده عنده دلالات قويه جدا في الاقتصاد، لانه بيعبر عن القوة الشرائيه والقيمه الحقيقيه للموارد اللي بيمتلكها والاموال اللي بيمتلكها. وهذا الفقر والعوز الذي بنعاني، لانه في النهايه ما كان في رصاص في فغار يوميا وباستمرار. فانا بفتكر انه اول دلاله للقرارات دي اول مره قال لنا وزير مالي قاشو زي ما يقولوا السودانيين. وزير الماليه ده راجل اقتصادي متخرج من جامعه يابانيه عريقه معروفه، ميجي يونيفرسيتي، عنده افكار، متدرب جدا. لكن طبعا العنصريه الموجوده في السودان كانت تمارس في زمن الانقاذ ما ادوا فرصه انه يكون في المنصب الحقيقي، بكل اسف نكون واضحين جدا. فالان المطلوب انه لو الوزراء الثانيين كلهم مالين قاشهم زيه كده الدوله تقوم على كرعينها. يعني هسه شوف قراراته في فتره وجيزه جدا احدثت يعني استقرار في السودان، وقرارات لدك الفساد في معقله. يا جماعة ما تحرير السعر، ما تحرير العملة بلا. الأشياء المترتبة عليها كان يعني الناس بيستفيدوا منها اللي هي الإعفاءات، الإعفاءات الضريبية والجمركية، والناس بتاخد الدولار بالسعر الأساسي، الشركات المعروفة الغطة السمان اللي تكلم عنهم زمان، الأسرع على حسب الشعب السوداني. القرار ده الآن دك يعني حصون الفساد في السودان. كويس؟ والطبيعي إنه يكون السعر هو سعر السوق، ما في دعومات، ما في أي شيء، ما في أي زول بتاجر تاني بالدولار، ده تاجر بالدولار تاجر به بسعر السوق. لكن الناس زمان الدار يمشي يتعالج بيشيل قروش من البنك يفكها في السوق، الدار يمشي بيحسى. أنا أذكر مرة قابلت أخينا شغال في دولة خليجية، لقيته في السفارة جاي يشيل له رسالة إنه عشان يحول له الرسوم بسعر المدعوم. قلت له يا أخي العزيز، أنت شغال في دولة خليجية وبتاخذ بعمرة مستقرة، ما عيب عليك إنك أنت في النهاية تشيل لك رسالة عشان يدوك قروش مدعوم من السودان تشيل تفكها في ماليزيا هنا؟ وأشياء كثيرة زي دي كده بيشوفوا في ماليزيا هنا، الطلاب اللي بيجوا، رجال الاعمال، ناس التريننج وناس مين، كلهم الناس اللي كانت بتمص في دم الشعب السوداني ده بتاخذ الاعفاءات دي. فسال الدلالات الاساسيه انه اول مره يكون في وزير عارف هو يعمل في شنو، عنده شخصيه وعنده كاريزما، وما بيسمح للناس المزرعه وناس الجولف وناس مين وناس مين، الناس اللي كانوا خاربين الاقتصاد يتدخل في القرارات السودانيه. الفساد ده ما فساد، كان فساد سياسي وفساد اقتصادي وفساد سوق من تجاره العمله لاي الناس. دي دلالة القرار. موضوع الاحتياطات النقدية السالة دكتور أنور في سؤاله الأخير ده، الناس ما يعولوا على كثير. ما في دولة بتعيش على الهبات والمعونات، وخاصة معروف إنه جماعة الغربيين ما بدون قروش. هسه بحسب الأمم المتحدة جاية دي بتجي بقروش بياكلوا 90% منها. كلام جميل. الخليجيين بقى ما عندهم قروش. فنحن نعول على مواردنا الموجودة، سواء كانت داخل السودان أو رأس المال البشري السوداني الموجود في العالم عنده أموال إنه يجيب له استقرار وإنه القروش يدخل السودان. موضوع لأنه في احتياطه كم وفي مليار جاد يشيلوه برا خلاص. بالنسبة للدعومات دي الآن إذا في دعم للمواطن يكون دعم مباشر، ما تدعم لك دقيق ولا تدعم لك سكر ولا تدعم لك أي حاجة، عشان في النهاية تمشي الدعوات في مكان الخطأ. فأنا أتمنى إنه القرارات دي تقابلها قوة سياسية، إنه
خلاص الدولار ما هيستقر تاني في بسعر السوق. الاحفاظات الضريبيه والجمركيه والاشياء دي كلها خلاص هتنتهي. السوق هيكون في النهايه بالنظريه بتاعت يعني ادم سميث اللي هي بيقول لك الانفيزبل هاند، اليد الخفيه التي تتحرك في النهايه الانتاج والانفاق والكسب وغيره وغيره. شغل بتاع السوق عديل كده يعني في النهايه اي زول يجتهد. فالقرارات دي اذا مشت في الاتجاهات دي والوزراء التانيين برضه ما لقاشهم بنفس الطريقه والدوله تحولت للانتاج، هيحصل استقرار في السودان وحيكون في صغه. حتى اذا كان الاستثمار الخارجي الاجنبي ما جاء، حيجي بعد ذاك اسمه شنو ده؟ استثمارات السودانيين في الداخل او في الخارج بتاخذ نصيبها من السوق من غير اي معوقات. ده الكلام الاول. يعني هذا القرار بشرة خير، دق لمعاقل الفساد. في النهايه انه الوزاره أخذ صادق، معلش اسمح لي بس انت الان بتتكلم على القرار ده كانما القرار ده ارتبط بوجود جبريل ابراهيم في وزاره الماليه. القرار ده موجود من بدري يعني سياسه، لكن زي ما قال لك بروفيسور ابراهيم هو اصلا استقال واختلف مع المستشارين بتوع حمدوك لانه والله في بعض الحاجات المهمه. فالقرار ده هو حاجه موجوده، انما جاء جبريل ابراهيم. احتمال في ناس بيقولوا انه حيكون كبش فداء للقرار ده، انه يحرقوه سياسيا هو وحركته بانك انت والله جيت ونفذت البتاع ده عشان تقتل الشعب وكده، ولا شنو؟ كلامك صح، هو طبعا القرار موجود لكن ما كان في زول عنده الكاريزما والمقدره انه ينفذه. بعدك مستشارين السوق واصحاب السوق وغيره وغيره ما كان مانعين الناس ينفذوا اي حاجه، البديع وراي محترم جدا وراي فاهم وعالم لكن ما عنده المقدره السياسيه، كان ما كان عنده المقدره السياسيه انه يتخذ قرار جريء زي ما اتخذه جبريل. جبريل لو عاوزين يحرقوه في النهايه هم حيلمعوه. كلام جميل. دي حاجه واحده. الشركات الخارج اطار الدوله وعدم رعايه الدوله، يا جماعه العالم ده كله في حاجه اسمها government link companies. نكون واقعيين ومنطقيين، الناس بيتكلموا كلام عام. في ماليزيا هنا بتروناس شركة البترول اللي هي استثمرت في السودان في بترول السودان، بترول السودان طبعا سبب اكتشافه شركة الماليزية والشركة الصينية، كان بتجيب مليارات الدولارات للحكومة الماليزية وهي government company link. علاقتها مع الحكومة واضحة جدا، انه الموارد دي نصيب الشركة فيها كم ونصيب الحكومة والضرائب وغيره وغيره وغيره. شركة الكهرباء وشركة شركة الاتصالات اللي هي فيها جامعتنا نحن دي شركة حكومية وخصخصوها. فنحن المفروض ننظر للشركات دي من ناحية government link. ما معناته انه وزارة المالية تسيطر على كل موارده، لا، وزارة المالية بتحدد نوع العلاقة بين الدولة والموارد وتقسيم الموارد كيف ونصيب الدولة فيها شنو. والشركات بتكون شركات مستغلة. نحن الآن شركة حكومية لكن الحكومة ما عندها أي تدخل في أنشطتنا، الحكومة فقط عندها ضرائب وعندها ريفانيو وعندها علاقة وعندها شيرس وعندها أسهم وعندها أشياء موجودة ومعروفة واحد نصيبه يمشي لها كيف. حتى نصيب الحكومة من أنا كموظف بالضرائب الشخصية مضبوط، فيبقى في النهاية الضبط انه مش ولاية وزارة المالية على المال العام زي ما بيقولوا كل السودانيين، لا، هي ولاية الدولة على الأنشطة الاقتصادية الموجودة في الدولة كلها، سواء كان شركات حكومية أو قطاع خاص أو حتى أفراد. يا جماعة السودانيين ما بيدفعوا ضرائب، السودانيين ما بيدفعوا زكاة بطريقة منظمة، صح في ديوان زكاة وفي غيره وغيره وغيره، لكن اسمه ده العالم ده كله بيدفع ضرائب شخصية. ميزانية ماليزيا 50% من الميزانية الماليزية بيرسونال انكم ضرائب شخصية. فنحن ضرائبنا الشخصية ما تتجاوز لها 5%. انا عشان ما اطول على الناس وفي ناس قادر يتدخلوا اكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا يا بروفيسور صادق، وكلامك طبعا جميل جدا في السيت اب بتاع ماليزيا. يعني اذا كان بتروناس هي سيستر كومباني للحكومة ولا شركة مدارة عبر الحكومة ولا كده، نحن نتمنى انه الجينيت مثلا شركة الجينيت للانشطة المتعددة والاتجاهات المتعددة والتصنيع الحربي في الجانب الاقتصادي المدني بتاعه يكون سيستر كومباني للحكومه السودانيه وللمواطنين الغلبانيين المساكين ديل. بروف اونور، نرجع لك للسؤال المهم، هل عندنا ما يكفي ان احنا من الـ من الـ من الـ في خزينه الدوله ما يكفي لمقابله متطلبات التعويم؟ وبعد كده تدينا برضو يعني كلوزنج ثوتس انت ودكتور سبنا عشان الجلسه تكفي. تفضل يا بروف. طيب الحقيقه
ما عندنا at this point of time في الوقت الراهن ما ليس للدولة يعني احتياطات كافية ل يعني دعم السياسة الجديدة. لكن السياسة ذاتها هي تستهدف أن تكون للدولة احتياطات نقدية. يعني الدولة السياسة ذاتها هي تستهدف أن تجذب لخزينة الدولة يعني تدفقات من العملات الحرة. وبالتالي يعني تعزز موقف الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي وإدارة المالية. عشان كده احنا هسه في الوقت الراهن صحيح يعني الدول زي ما قال البروفيسور الصادق ما في دول تديك قروش مقابل لا شيء يعني. حتى لو ادتك مقابل سياسات ربما تكون اكثر ضررا للدوله يعني. لكن زي ما ذكر يعني انا بس في نقطه اقدر اقولها انه الناس بيفتكروا انه السياسه دي اصلا يعني دعا عليها ابراهيم البدوي. العكس، ابراهيم البدوي كان حقيقه وصح بيقول تعويم، لكن رؤيته للتعويم كانت تناقض يعني ما يقوم به. يعني في الفترة بتاعت إبراهيم البدوي في أقل من سنة الكتلة النقدية تزايدت 4 أضعاف نتيجة لذلك. فأنت إذا كان أصلاً بتدعو للتعويم مفترض أول شيء تحط عينك عليه أنك أنت توقف أو تبطئ النمو في الكتلة النقدية، لكن العكس إبراهيم اشتغل في اتجاه آخر. فبالتالي إذا كان في فترته وما تزايد الكتلة النقدية بالصورة التي تمت، إذا كان حصل تعويض كان حصل انفجار، والوضع حقيقة الوضع السياسي كان سقط 100% ما في شك. عشان كده لما جاء دكتور جبريل أنا بتفق مع بروفيسور الصادق أنه جبريل زي ما قال هو زول يبدو لي، أنا ما عندي بيه معرفة سابقة، لكن يبدو لي أنه هو زول يعني حقيقة بنعول عليه، لأنه أول ما جاء هو خدت ضرب يعني معاقل الفساد. يعني الآن جبريل وجد نفسه في فجوة كبيرة في الميزانية بتاعت الدولة، يعني الإيرادات أقل بكثير من المصروفات. ما ممكن يرجع الإيرادات، ما ممكن يرجع المصروفات بأي حال من الأحوال، لأنه في جزء كبير منها متعلق بالمرتبات. فبالتالي هو الآن فكرة أنه يمول زيادة بتاعت المرتبات عبر زيادة الضرائب، وأيضا يعني إلغاء الإعفاءات الجمركية وإلغاء الضرائب لرجال الأعمال والمستفيدين في الدولة أيضا تمثل منفذ آخر ل يعني منفذ آخر لزيادة الإيرادات. فبالتالي هو بيفكر في كل الأحوال أنه يحتوي الأخطاء التي تركها إبراهيم البدوي. فدي ذاتها خطوة أنا أفتكر يعني موفقة وكبيرة. بالإضافة لهذا أنه الفكرة بتاعت السياسة بتاعت سعر الصرف الآن تختلف تماما مما كان يدعو له إبراهيم البدوي. فبالتالي يعني الناس ما يفتكروا أنه الحكاية دي كانت موجودة وإبراهيم البدوي هو الذي ابتدعها، وهو يعني حتى لو كان بيدعو يعني التعويم يعني سياسته التي كوزير مالية التي كان يقوم بها كانت تخالف تماما مفهوم التعويم، كانت بل تضره إذا كان تم ذلك يعني في الوقت يعني. لكن أنا لدينا نقطة أخرى هي النقطة بتاعت الإعلام، حكاية بتاعت وضع خطة بتاعت حوافز تشجيعية للمغتربين. بالمناسبة المغتربين الآن أنا ما عندنا حقيقة للأسف ما عندنا رصد ل يعني تحويلات المغتربين أو إمكانيات الإمكانيات المغتربين السودانيين في الخارج، لكن هي بكل الأحوال تقديراتنا لا تقل عن 9 مليار دولار في السنة إذا تم فعلا وضع سياسة جذابة على أساس أنه تجي للسودان، لأنه أنت شوف كمية الشقق وكمية العقارات التي تم شراءها من السودانيين في خارج السودان في أماكن مختلفة من السودان. فبالتالي إذا كان جت 50% منها فقط يعني ممكن تغطي جزء كبير من الفجوة بتاعت الاحتياطي النقدي. فزي ما قال لك هو أنه الوضع الآن احنا دارين حاجة غير الشورت زي ما قال الدكتور صلاح إدريس، انه احنا دارين حاسه حاجه سريعه على اساس انه يحصل استابلايزيشن بعد ما يستقر السعر. يعني انا اتوقع انه هو لو صمدنا لفتره شهر شهرين هيستقر السعر سعر الصرف. فاذا استقر سعر الصرف بعد ده بتبقى بقيه الاشياء تتبع يعني يعني تكون يعني تتكم على وجع. ف عشان كده حاسه يعني الخطه بتاعتنا انه احنا
نخلي سعر الصرف ده يستقر بأي حال من الأحوال. كل ما استقر سعر الصرف بالمناسبة كل ما كان ضعف دور البلاك ماركتيرز، ضعف دورهم. يعني هو صح مواردهم ضخمة، يقال إنه مواردهم ضخمة خارج السودان، it's a long way to go يعني to get rid of them، لكن هي it's a correct policy. بنعول على 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 أنا وزير مدى جديته ومدى يعني زي ما قال يعني منحطه لكل المباريات وكل يعني التهديدات اللي ممكن تجيه بصورة مباشرة وغير مباشرة، حتى أنه يعني يعدل عن هذه السياسة ويترك الأمر للمستفيدين في النظام السابق. شكرا. شكرا جزيلا طيب. بروف إبراهيم. طيب سبنا، يا دكتور سبنا ممكن تدينا closing thought قبل ما نعم تفضل. طيب أنا بالنسبة للكلوزينج ثوت بتاعتي أنا بفتكر إنه صحيح زي ما قال البروفيسور السياسة بتاعت البدوي مختلفة عن ما نفذ حاليا، وهو دكتور البدوي نفسه قال الكلام ده، هو قاله في لقاءه الأخير، قال إنه هو كان مع وبيرى إنه أصلا سياسة سعر الصرف المدار المرن غير مدية، وبيشوف بروفيسور الدكتور البدوي بيشوف إنه مفترض كان الناس يمشوا في تعويم كامل، وذكر يمكن ترجعوا لحلقته وبعتبر أنها كانت مهمة جدا العملاء أمس، إنه هو بيشوف اختلف مع الدكتور حمدوك آنذاك أصلا في الحتة دي، إنه كان وجهة نظر دكتور حمدوك والفريق الآخر إنه يمشوا في اتجاه سعر الصرف المدار المرن وليس التعويم، بمعنى إنه يترك تماما سعر الصرف لآليات الطلب والعرض، وده الحاجة اللي كان بيشوف البدوي. أتفق مع دكتور أونور في إنه فعلاً إذا الناس كانوا مشوا في تحرير كامل لسعر الصرف كان بيحصل نوع من الـ short term instability. يعني أنا الآن الرؤية بالنسبة لي بقت واضحة، دكتور البدوي كان بيستهدف تغييرات هيكلية بعيدة المدى في الاقتصاد. يعني دكتور البدوي كانت سياسته بتاع تحرير سعر الصرف الكامل كانت قراءته إنه عاوز يعمل معالجة لهيكل الاقتصاد نفسه في المدى الزمن الطويل، في حين إنه زي ما قال بروفيسور أونور هما شورتيزم، يعني رؤيتهم إنهم الآن في تدهور مريع حاصل في تضخم الدولة ما قادر تسيطر عليه، دايرين بس في الشورت تيرم ده، يعني زي ما يقولوا بلغة ناس الكورة كده تهدن اللعب، تخط الكورة في الواطة شوية. يعني الضغط السياسي أنا ممكن أقول لك إنه الحكومة الآن في عنق الزجاجة من ناحية الضغط السياسي، بدليل إنها اضطرت تغير وصلت مرحلة إنها غيرت الحكومة، يعني ده ضغط بريشر سياسي شديد نتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور جدا. فهم دايرين بالحركة بتاعت سياسة سعر الصرف المدار دي إنهم زي ما قال البروفيسور أونور إنهم فقط يحدثوا تغيير في الشورت تيرم، لكن هذا التغيير لن يستمر في المدى الزمن الطويل، يعني ما حيعالج المشكلة بشكل هيكلي، بمعنى إنه حنشهد استقرار بسيط في سعر الصرف، مش في سعر الصرف، في الفرق بين السوقين الموازي والرسمي نتيجة لانخفاض المضاربات. يعني الحكومة الآن استهدفت بالمدار ده خفض المضاربات وليست معالجة المشكلة الهيكلية اللي هي الفجوة بين الصادر والوارد كما كان ينتوي دكتور البدوي إنه يعمل. يعني أنا سعيد جدا بالدسكشن ده لأنه نحن كلنا الآن الرؤية بقت قدامنا واضحة، يعني الحكومة في وقت دكتور البدوي كانت بتستهدف معالجة هيكلية تستهدف زيادة الصادر السوداني، بالتالي معالجة الأزمة في المدى الزمن الطويل، في حين إنه السياسة بتاع الدكتور جبريل الحالية هي سياسة تستهدف الشورت تيرم بيريود اللي هو في خلال إنه الحكومة تشم نفسها لمدة سنة، بمعنى إنه تكون في سنة من غير ارتفاعات مهولة في أسعار الصرف، وبالتالي ده عشان كده استهدفت التعويم المداردة وليس التعويم الكامل. الحكايه اللي حتحصل انه حينخفض سعر الصرف لفتره وجيزه، ولكن حيعود الوضع للتفاقم ديفينتلي في المدى الزمن المتوسط حتى قبل الطويل. لا يعني دي رؤيتي انا. يعني بالنسبه في الاسئله هنا الحياه تدفع الثمن في الوقت الراهن زي ما احنا قلنا، هو الطبقه المتوسطه والفقيره دول اكثر اثنين حيتاثروا بالحياه اللي حتحصل دي. الحزم اللي بيتكلموا عنها دي ما حصلت، لا حزم تحفيز المغتربين ولا الحزم الخاصة بالإنتاج ولا الحزم الخاصة بالصرف الحكومي، لأنه أجين سعر الصرف ده له علاقة بالميزان التجاري، بالتشوهات في الميزان التجاري. إحنا برضو عندنا مشكلة بتاعت عجز في الميزانية بتدفع الحكومة للصرف
لانها هي تطبع عشان تصرف على نفسها، وده ذاته ما مشكلته الطباعه، الحكومه ما بتطبع ساكته، الحكومه بتطبع لانها هي صرفها نفسه على نفسها كبير جدا جدا مقارنه بايراداتها. كان مفترض انه يتبعوا مع سياسه التعويم دي يتبعوا حاجه بيسموها يعني الكاش فلو فيسكال مانجمنت، انه انت ما تصرف الا قدر ما انت محتاج، يعني الصرف يكون على قدر الايراد، الايراد كده الصرف كده. الكلام ده حاليا ما حاصل، ايرادات في فجوه كبيره بين المصاريفات والايرادات الحكوميه من ناحيه بتاعت ميزانيه، الكلام ده ما بيعالجه تعويم سعر الصرف، بالتالي حتستمر الطباعه، بالتالي حيستمر التضخم في الارتفاع على الرغم من التعويم الجزئي ده يعني للجنيه. فاجين انا جين الصوره الان بالديسكشن بقت واضحه انهم هم بيستهدفوا فقط البورشن بتاع المضاربه، لكن في المدى الزمني الطويل حيستمر السوق الموازي متقدم على بنك السودان، لانه المشكله الهيكليه في الصادر لم تحل بعد، ما في مصادر للنقد الاجنبي للحكومه مضمونه. هو البروفيسور نور قال حاليا ما في، ما دي المشكله عند يعني السؤال بتاع دكتور انور بتاع هل نحن عندنا احتياطي كافي ولا لا، وذر انه عندنا ولا ما عندنا، مش المهم وجود الاحتياطي بل السستينابيليتي، ديمومه الاحتياطي ده. يعني ممكن انت الليله تحصل على 5 مليار الان وتنفذ السياسه حقت التعويم الكامل، لكن بعد 6 شهور حتحتاج ثاني ل 5 مليار، لانه احنا عندنا فجوه بين الصادر والبادر تقدر ب 5 مليار. من وين احنا حنامن ال 5 مليار دي في كل مره عشان نضمن انه دائما الحكومه تكون متقدمه على السوق الموازي؟ ده هو الكويستشن. فديمومه يعني انا ما معنية اكثر بالديبيت الحاصل بتاع انه هل عندنا ولا ما عندنا، لانه ممكن يكون عندك الليله وتعوم الجنيه ويحصل استقرار لمده سنه، لمده سنتين ان شاء الله، بعد كده حيرجع ثاني السوق الموازي يتفوق عليك، وحيرجع ثاني سعر الصرف يرتفع، حيرجع ثاني التضخم زي ما قال البروفيسور نور اللي هو مربوط حسب دراسته يعني انه مربوط بسعر الصرف وكده، فيرتفع سعر الصرف ويرتفع معاه التضخم وتزداد معاناه المواطنين، ونرجع ثاني لنفس النقطه بتاعت عنق الزجاجه دي. فاذا المعالجه الهيكليه الفجوة في الميزانية والفجوة في الصادر والوارد ما لم تحصل، ما بيحصل الحل ده. بعدين التعويم نفسه الباكج بتاعت السياسات ما كانت حاصلة، يعني الحكومة ما عندها كوشين حاليا زي ما قال البروفيسور، هو لأنه أنا بستشهد بكلامه لأنه هو أقرب مني أنا. إذا الحكومة الآن ما عندها كوشين أصلا عشان تقابل حتى أثر الصدمة، يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. الحاجة الثانية ما في أي سياسات لخفض المصاريفات، ودي مشكله ثانيه حتفشل السياسه، لانه هي سياسه اتخذت، احنا هنا ما بنتناقش في انها هي كويسه ولا كعبه حنتخذها ولا ما نتخذها، هو القرار اتخذ وانتهى. وهو استمرار الدكتور قال، دكتور البروفيسور الصادق قال شجاعه وكاريزما، الاقتصاد ما بيدار بالقرارات، يعني مش بالفرمانات، هي المساله ما مساله اني انا شجاعه كفايه، بل على العكس الحيطه والحذر والتاني في اتخاذ القرارات محبب اكثر في الاقتصاد من انك انت تتخذ قرارات بجرأة كبيرة جدا جدا أو بقفزات. يعني لابد من إنه تتم دراسة وافية لأي قرار. يعني أنت قبل ما تعوم أدرس قبل سنة ما مشكلة، أمضي سنة كاملة في الدراسة، في دراسة القرار ثم تتخذه وأنت متأكد. فالحكاية بتاعت الفرمانات والشجاعة والكاريزما دي ما من ضمن ما عنده أثر على السياسة الاقتصادية. نحن نتمنى التوفيق لدكتور جبريل بالتأكيد، وهو زول عندنا ثقة كبيرة فيه، زي ما عندنا كان ثقة في دكتور البدوي وفي أي واحد مسك الدكتورة هيبة وكل الناس الموجودين في الحكومة اللي توقع عليهم الاختيار. الأزمة ما أزمة ثقة، لكن هي اختلافات في وجهات النظر، فليس إلا يعني الحاجة اللي أنا عاوز أقولها إنه ما بالفرمانات ولكن بالسياسات الصحيحة واتخاذ القرار من غير ما إنك أنت تعالي تكون متأكد إنه كيف ما حيتوسع الصرف الحكومي. أنا بتكلم في الشورت تيرم، أنا دولك بروفيسور هونور قال انا بتكلم في اللونج ران، في اللونج ران لما نتكلم عن الانتاج، لكن انا هسه بتكلم عن السياسه اللي اتخذتها الحكومه رايت ناو الان لمده، انا بتكلم الان من هنا لبحر سنه كامله. صحيح قد تخف المضاربات فيحدث استقرار جزئي بسيط، لانه ده الهدف الواضح للحكومه اللي هو كان بيختلف عن هدف البدوي، اتفقنا على النقطه دي. النقطه الثانيه، هل الهدف ده ذاته ممكن الحدوث؟ هل الاستقرار ده ذاته الجزئي اللي حيحصل الان اللي حيمكن الحكومه من تخفيف الضغط السياسي عليها، هل هو ذاته achievable في ظل انه الصرف الحكومي ماشي زايد ما ماشي ناقص، بمعنى انه الفجوه في الميزان في الميزانيه بتاعت الدوله ماشيه كبيره ما ماشيه ناقصه، هل الحكايه دي achievable في ظل انه الفارق بين الصادر والوارد 5 مليار او اكثر من 5 مليار، حتى لو تحصلت عليها الان وكانت موجوده ككوشن الليله، انت بعد 6 شهور من وين حتجيبها؟ لانه الديمومه هي المهمه.
مش انك انت تحصل على القروش الان عشان تنفذ بها السياسه، ولكن استدامه وجود مثل هذه الاموال. اما انك انت بتقول لي مثلا انا هسي بحل المشكله، ولما اصلا تلقائيا سعر الصرف يستقر، الانتاج حيزيد والصادر حيزيد وحتجيني قروش، اذا انت دخلت في المدى الطويل. يعني اصلا لو انت حتقول لي انا الليله بوفر 2 مليار بنفذ السياسه وبيحصل لي استقرار، لانه الاستقرار ده ذاته لازم يستديم. ما هو التضخم ده عشان انا اسميه تضخم، ما ارتفاع المستوى العام للاسعار من سنه لسنه ده ما تضخم. ارتفاع المستوى العام للاسعار او تعريف التضخم هو الارتفاع اللي بيستمر لفتره طويله جدا جدا، يعني لمده مثلا 3 أو 4 سنين انت في حاله بتاعت ارتفاع مستمر للمستوى العام للاسعار عشان انت تقول انه البلد في حاله بتاعت تضخم حقيقي. فنفس الشيء استقرار سعر الصرف في فتره وجيزه 6 شهور أو 9 شهور يخفف الضغط السياسي على الحكومه، يخفف الضغط المعيشي على الناس، كل ده الكلام ده صحيح. لكن ما لم يستقر سعر الصرف ده لسنوات، بمعنى انه انت اتليست يكون عندك 3 سنوات من استقرار الفجوه بين السوق الموازي، لا تستطيع انه ما بيظهر الاثر الاقتصادي على المتغيرات الاقتصاديه الكليه، بمعنى انه ما بيجيك FDI، بمعنى انه المغتربين ما حيثقوا 100% ويبطلوا يشتروا شقق في دبي ويجي يشتروها في السودان، ده كله ما بيحصل قبل 3 سنين. فاذا انت لما تتكلم عن اثر تثبيت سعر الفرق بين الموازي او تثبيت سعر الصرف او استقرار سعر الصرف، انت اصلا بتتكلم عن المدى الزمني الطويل، ما بتتكلم عن المدى الزمني القصير. ولكن سؤالي في المدى الزمني القصير نفسه الان، ما هي الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه فعليا على ارض الواقع عشان اصلا السياسه تنجح وتستمر لمده 3 سنوات، يستمر هذا الاستقرار لمده 3 سنوات؟ لا توجد كوشن الان لمقابله ال6 شهور او ال3 شهور الجايه من الامباكت، ولا توجد ديمومة حتى وإن وجدت هذه الكوشن، لا توجد ديمومة لهذه الأموال. يعني لو الدولة الآن قالت أنا عندي 3 مليار عندها، ممكن تكون الليلة بعد 3 شهور ممكن ما تكون عندها، بالتالي حيحصل ديسكريت، يعني حيحصل انقطاع لأثر السياسة الاقتصادية نفسها. ما في أي ضمانات لسد الفجوة في الميزانية بتاعت الحكومة نفسها، ما في إجراءات لتخفيض الصرف الحكومي، ولا يلوح امل لذلك، لانه احنا في حاله حرب يعني، والحاله الحرب يعني لا صوت يعلو فوق صوت البندقيه. يعني ليه انت الناس كان في الفشقه ديل دايرين قروش، انت ما حتقعد تقول والله سعر الصرف وتوازن الاقتصاد الكل يو هاف تو باي اور يو ار جوينج تو لوز الوار. يعني فدخولنا في حرب الان برضو بيجعل التطلعات والاحلام بتاعه الاستقرار الاقتصادي الكلي بعيده المنال في الشورت ران، خليك في اللونج ران. يعني دخولنا الآن في حرب يجعل تطلعاتنا نحو استقرار اقتصادي كلي في المدى الزمني القصير شيء بعيد المنال، ولا يعني لا يمكن إنك تتوقعه في المدى الزمني القصير ناهيك عن الطويل. يعني فأنا بشوف إنه يعني لا تتوافر الشروط الكافية لإنه السياسة دي تنتهي بينا في بإنه نحن حنقدر نحافظ عن طريق هذا التغيير اللي حصل الآن على 3 سنوات من استقرار الفجوة بين الموازي وإنه في حيحصل استقرار فقط بأثر المضاربة لمدة 3 إلى 6 شهور، ثم سيعاود السوق الموازي ليعود لتوحشه مرة أخرى بذات القدر. ما لم تكون الحكومة عندها، لما نقول سياسات بقصد إنه الحكومة ضامة إنه حتثبت الفرق بين الموازي ده والسوق الحقيقي اتليست لمده 2 أو 3 سنوات. فهذه الضمانات غير موجوده جيفن الصرف الحكومي، الفجوه في الميزانيه، الفجوه في هيكل الصادرات. لكن الحاجه الوحيده اللي ممكن يفيدنا بها هذا القرار زي ما انا ذكرت انفا انه ممكن تحصل ندخل الهيبك، يحصل تخفيض يعني للقروض بتاعتنا للديون بتاعتنا، بالتالي نستطيع تو اكسس المؤسسات الماليه الدوليه إذا أحسننا الاستفادة من الحاجة دي، إذا الخطوة دي إحنا أحسننا الاستفادة منها وجهزنا عليها من الآن، نتجهز للدخول للهيبك ومن الآن نتجهز لأنه القروض دي لما تجي إحنا نستفيد منها كيف ممكن تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني، لأنه الحاجات دي كلها مربوطة ببعض. الطباعة بتؤثر على التضخم، والتضخم مرتبط بسعر الصرف، فهي زي ما كل الاقتصاديين عارفين حاجة بيسموها الاندجينايتي، يعني في المؤشرات الاقتصادية. يعني في المؤشرات الاقتصادية لما تخط الموديل بتاعك يعني زي بقول البريدكتور فاريبل أو الاكسترنال فاريبل، هي ما اكسترنال، هي متداخلة الأثر فيما بينها in the left hand right of the equation، وكما إنها هي مرتبطة بالpredicting variable، يعني dependent variable إذا كان تضخم أو سعر صرف،
والاشياء بتستخدم في التنبؤ او الديتيرمينانتس بتاعته في الليفت هاند سايد اوف ذا ايكويشن او الرايت هاند سايد اوف ذا ايكويشن هي نفسها متداخله مع بعضها. فده من طبيعه الاقتصاد، يعني من طبيعه المؤشرات الاقتصاديه، انه مثلا اذا انت زدت الانفاق الحكومي زيد ما انه ده ممكن يحفز الطلب زي ما انه ممكن برضه يزيد التضخم. يعني ما في مؤشر، والنتيجه بتاعت السياسه الاقتصاديه في الاخر هي الكتوف، يعني تو وات اكستنت الاثر الايجابي المرغوب لازم يكون اكبر من السلبي اللي مترتب على السياسه. فاذا ما تفوق السلبي على الايجابي تفشل السياسه، والعكس بالعكس صحيح. دي اليه عمل كل المؤشرات الاقتصاديه الكليه في العالم، يعني ما في سياسه ما عندها جانب سلبي. اذا ما الجانب السلبي توفرت بقى اقوى من الاثر الايجابي والامباكت الايجابي، النتيجه هي الفشل. فعشان كده انا بشوف انه ما لم تتوافر الشروط بالذات ما يتعلق بالصرف الحكومي ويكون الثبات بتاع السعر ده، ما يعني مش ثبات، سوري، الثبات في الفارق بين الموازي والسوق الرسمي وغير الرسمي، مش يكون فقط لمدة 3 أو 6 أشهر كما أتوقع أنا، ولكن أن يمتد أتليست لسنتين أو 3 سنوات، الأثر المرغوب من سياسة التعويم المداردة لن ينعكس أبداً على الاقتصاد الكلي. وشكراً. شكراً جزيلاً دكتورة سبنا بروفيسور إبراهيم ونور. الحقيقة أنا دار أتشارك معكم هنا ده بس في الشاشة، في الشباب بتوعنا الـ IT مبارح عملوا شير كده لملف، ما عارفه هل ده حقيقي ولا لا، اللي هو اسمه السياسات التحفيزية اللي بتهدف لتعزيز دور اقتصاد الهجرة في اقتصاد تعظيم الفوائد، انه يلغى المساهمة الوطنية المفروضة عن المغتربين. يعني عدد من الـ من الـ من الريكومنديشنز اللي هي يفترض انها تكون موجودة، ما عارف الاستعادة على سوق الخدمات. الملخص بتاعه انه لو اي مغترب حول 8000 دولار اكيوميليتيف، يعني ما ضرورة دقة واحدة، ممكن تحول الليلة 700 بكرة 800، المهم في نهاية السنة تجيب إيصالاتك إنك أنت حولت 8000 دولار بيقوم بيعمل لك إعفاء جزئي لسيارة في خلال الفترة بتاعت 5 سنوات. أنا ما أعرف هل البدعات دي جديدة ولا ما جديدة، لكن دي شيرت امبارح، أنا حبيت إنه أتشاركها معاكم. برضو فيها ليه علاقة الحوافز، ليه علاقة بصندوق الإسكان والتعمير بالتنسيق وغيره. طبعا في حاجات انتم ما تطرقتوا لها هنا، ده في الريكومنديشنز او في الحياه بتاعتكم، منها ديجيتال ترانسفورميشن، في انه والله يا اخي تفعيل دور الحكومه الالكترونيه، وهسه بقت عندنا وزاره بتاعت يعني اتصالات وتقنيه معلومات وتحول رقمي وكده، وبكل اسف يعني ما لحد هسه دي ما لمينا. انا تواصلت مع الوزير في لينكدين اللي كان مدير شركه كنار، لكن ما رد علي. يعني احنا بنحاول دائما يعني الزملاء والزميلات من البروفيشنالز اللي بنعرفهم على الاقل وعندنا طريقه انه نصلهم، بنرسل لهم يقولوا اخوانا تعالوا، يعني احنا مستعدين ان نقدم يعني عبر المنتدى الاقتصادي للباحثين السودانيين، عبر المبادره ذاتها بتاعت الباحثين السودانيين اللي فيها 33 نشاط ومبادره مختلفه موجوده في الموقع بتاع المؤسسه مؤسسه الباحثين السودانيين. فيفترض انه يا اخوانا الناس يعني ده وقت الناس تكون يعني قريبه لبعض. النقاش حول الإصلاحات والإجراءات والحاجات دي ما أظنه في محاضرة واحدة ولا في جلسة واحدة بنقدر نغطيها، لكن قدرنا إنه زي ما أقول بس نفتح المجالات ونفهم أكثر زي ما قال الدكتور سبنا، إنه والله بقي ناس عارفين الوضع الراهن بتاعنا شكله شنو وسياسات. وأنا صراحة كنت متفاجئ جدا من كلام دكتور إبراهيم، بروفيسور إبراهيم ونور، في إنه إبراهيم البدوي كان الشيء واقعيا بيعمل فيه هو غير السياسة الموجوده حاليا، لانه في ناس كثير جدا بتدور كريدت في انه والله هو مواصل وهي مواصله في نفس السياسات بتاعته، وجا دكتور ابراهيم عشان يواصل، بينما هو الموضوع مختلف. يعني كتر خيركم نورتوا لينا. نحن على حسب اتفاقنا معكم انه الجلسه لمده 1.5 ساعة مشينا في 2.25 ساعة، فنشكركم جزيلا. لكن كما هي العاده بتاعت الناس المنتدى الاقتصادي بيكون عندهم جلسه بتاعت نقاش وتفاكر بعد ما انتهت الجلسه الرسميه. فنشكركم جزيلا بروفيسور إبراهيم ونور، دكتورة سبنا إمام، وإن شاء الله نشوفكم في مقبل الأيام في مواضيع أكثر. شكرا جزيلا لكم.